مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله ومساء الفل على حضراتكم، ودايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده في مباراه مهمه جدا، عايزين بقى رجاله تفرحونا النهارده، مباراه بتروجيت والنادي الاهلي ان شاء الله بعد ساعتين من دلوقتي. عايزين رجاله بتوع النادي الاهلي يفرحونا، محتاجين نفرح جدا جدا، ومحتاجين ان احنا نرجع نقول احنا موجودين وموجودين بكل قوه واقناع. كمان قبل ما نبدا في تفاصيل هذا اللقاء، عايزين نروح نطير بسرعه على الكريم احمد نشوف عنده اخبار جديده من فندق اقامه اللاعبين في السويس، ونرجع لحضراتكم على طول. كريم احمد اهلا بيك. كل التحيه ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اليوم من بطوله الدوري العام احد من الاسبوع التاسع، الاهلي وبتروجيت الساعه 6 مساء هنا في استاد السويس. مباراة أكيد قوية بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وأيضا كمان على الجانب الآخر لفريق بتروجيت تولي قيادة فنية جديدة تحت قيادة الكابتن مؤمن سليمان. أيضا كمان نتيجة كانت مميزة جدا ليهم في المباراة الأخيرة بفوز 1-0 على فريق نادي سموحة. لكن يمكن زي ما بنتكلم ومطمن كل جمهور النادي الأهلي، الأخبار والكواليس وأجواء فريق النادي الأهلي إن شاء الله في هذه المباراة، اللي بنتمنى كل التوفيق في مباراة اليوم الأهلي وبتروجيت. خلال الفترة الماضية يمكن كانت إصابات وغيابات كثيرة بتضرب فريق النادي الأهلي، لكن يمكن بالتدريج بنبدأ نعود من جديد. في بعض اللعيبة يمكن هتعود النهاردة سواء في القائمة الرئيسية أو أيضا كمان في التشكيل الأساسي، على رأسهم طبعا عمرو السولية ووليد أزار ومحمد دهاني، يمكن لعيبة مؤثرين بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية فقدناهم، وفقدنا كمان عدد كبير، ويمكن حتى الآن لسه بنفقد حتى الآن لاعبين يمكن عناصر أساسية في منتخب تونس. طبعا علي معلول وأيضا كمان أحمد فتحي واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، جونيور اجاي، محمد نجيب، رامي ربيع، عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. لكن يمكن الاشياء المطمئنه والمؤشرات الايجابيه جدا ان في بعض اللعيبه بتدخل تدريجيا في القائمه، ومنها ان شاء الله للتشكيله الاساسيه اللي يخوض بها النادي الاهلي مباراه اليوم. لو بتكلم سريعا على القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي اللي ضمت 21 لاعب تحت قياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي، شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، ايمن اشرف، سعد سمير، محمد هاني، صابر رحيل، احمد علاء، حسام عاشور، عمرو السوليه، وليد سليمان، كريم ندفد وناصر ماهر، وليد ازارو، احمد الشيخ، ميدو جابر، هشام محمد، اسلام محارب، مروان محسن، وباسم علي، واحمد حمدي. يمكن زي ما قلنا واكدنا في لعيبه بتخرج للاصابات والغيابات، وايضا كمان لعيبه للرؤيه الفنيه بقياده الكابتن محمد يوسف. يمكن الرؤيه الفنيه كانت احمد حمودي وسليف كولوبالي ومؤمن زكريا، لكن لو بخص بالتحديد مؤمن زكريا، يمكن خروج مؤمن من القائمه او عدم تواجده النهارده في المباراه يمكن بعيد كل البعد عن التعاقد او الامور الخاصه بتعاقد مؤمن زكريا. مؤمن كان عنده رغبه كبيره خلال الفتره الماضيه ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي لمسانده فريق النادي الاهلي، لكن يمكن من الاشياء المميزه للجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف الدفع بمؤمن في توقيت مميز. مؤمن يمكن موضوع له برنامج تاهيلي خلال الفتره الماضيه ولسه يمكن شغال فيه، بيجتهد بشكل كبير جدا مؤمن زكريا، فاكيد الهدف ان هو يمكن اللاعب يدخل اجواء المباريات بشكل يمكن يليق باللاعب، وايضا كمان تكون في استفاده كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. احنا كالعاده طبعا كابتن ميدو متواجدين هنا في السويس في فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، اجواء كلها تركيز بالنسبه للفريق ان شاء الله باذن الله. النهارده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه تكون انطلاقه جديده يستعيد النادي كرة الانتصارات، يستعيد شخصية النادي الأهلي من جديد، اللعب بروح الفانيلة الحمراء، كل الأمور دي إن شاء الله منتظرينها، وثقتنا كبيرة في لعبتنا في الجهاز الفني. يمكن بنجدد وبنقول وبنأكد كل مرة كابتن ميدو على تجديد الثقة طبعا في لعيبة النادي الأهلي، ثقتنا الكبيرة في اللعيبة إن شاء الله بإذن الله تكون النهاردة انطلاقة جديدة هنا في استاد السويس. عايز أروح كمان لأمر مهم جدا، هو الجمهور اللي هيكون حاضر النهاردة في المباراة. تم السماح لحضور 5000 مشجع يتواجدوا في مباراة اليوم، لكن يمكن ليهم توزيع طبعا زي ما أنت عارف يا كابتن ميدو 500 مشجع لجمهور النادي الأهلي اللي هو الفريق الضيف هنا في استاد الجيش بالسويس، 1500 مشجع لوزارة الشباب والرياضة، وأيضا كمان 3000 مشجع لفريق نادي بتروجيت. يمكن دي اللائحه الخاصه بتوزيع التذاكر، بيكون طبعا فريق الضيف ليه 500 تذكره، والفريق اللي هو طبعا بيكون صاحب المباراه بيكون ليه 3000 مقعد بغض النظر عن اسم يمكن اسم طبعا النادي او اسم طبعا الخصم اللي بيقابل النادي الاهلي. لا يمكن خلاص النادي الاهلي هيقابل بتروجيت النهارده، جمهور النادي الاهلي معروف ان هو بيبقى عايز يكون متواجد بشكل كبير جدا، وكان في اخبار كمان ان في طلب رسمي يمكن اتقدم من نادي بتروجيت بخوض هذه المباراه بدون جمهور، لكن تم رفض طبعا هذا الامر من اتحاد الكره. وبالفعل يمكن خلاص
كانت التذاكر اتوزعت بالنسبه للنادي الاهلي وايضا كمان وزاره الشباب والرياضه. النهارده يكون ان شاء الله في جمهور للنادي الاهلي حاضر وجمهور لنادي بتروجيت حاضر. الجمهور طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو هو روح الفريق، هو اللي بيساعد بشكل كبير جدا رغم قله العدد. احنا لو بناكد وبنخص جمهور النادي الاهلي رغم قله العدد اللي بيكون متواجده في المدرجات، لكن يمكن مشجع واحد او اثنين او ثلاثه من جمهور النادي الاهلي بيبقى لهم تاثير كبير جدا على اللعيبه، وده اللي بنتمناه. المسانده مطلوبه، التكاتف مطلوب، كلنا لابد ان احنا نكون وراء النادي الاهلي في هذه المرحله الصعبه والدقيقه. مستمرين معاك يا كابتن ميدو كالعاده طبعا، يمكن في خلال لحظات هيكون في المحاضره الفنيه الاخيره لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه لوضع التكتيك التشكيل الامور الخاصه طبعا بمباراه الاهلي وبتروجيت اليوم. باذن الله ان شاء الله تكون المباراه من نسبنا، وباذن الله ان شاء الله تكون ثلاث نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. كالعاده هنكون مستمرين معاك يا كابتن ميدو هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، وباذن الله ان شاء الله عقب المباراه يكون فوز واداء ونتيجه مميزه لفريق النادي الاهلي، ويكون لينا لقاءات ان شاء الله كالعاده مع لاعبي النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا ليك جدا يا كريم، واكيد هنتواصل معاك ان شاء الله ان شاء الله بعد هذه المباراه عشان نبارك لبعض ونبارك لجمهور النادي الاهلي، ويكون عندك كمان لقاءات حصريه مع اللاعبين او بقى المدير الفني ايا كان ان شاء الله، بس نبارك لبعض بعد هذه المباراه. زي ما قلت لحضراتكم مباراه هامه جدا وثلاث نقاط غاليه جدا. عايز اقول لكم اخبار قبل ما ناخد الجرافيك ونستقبل ضيوفنا الكرام عشان نتكلم في تفاصيل هذا اللقاء. امبارح كان ماتشات البطوله العربيه، طبعا اكيد حضراتكم كلكم تابعين نتائج امبارح. عايز بس نتكلم عن هذه النتائج. النفط العراقي والهلال السعودي انتهت بفوز الهلال السعودي بهدفين مقابل لا شيء. كان الهلال كسب في مباراه الذهاب 4 أهداف مقابل لا شيء، الف مبروك لنادي الهلال. ايضا الزمالك المصري والاتحاد السكندري المصري انتهى بفوز نادي الاتحاد السكندري بهدف لبناهيني في الدقيقه 84 من عمر المباراه. كان اللقاء الاول او لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء احرزه كابونجو كاسونجو. احتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحيه وكان المكسب من نصيب سيد البلد. الف مبروك لجمهور اسكندريه والف مبروك نادي الاتحاد السكندري والحاج محمد مصلحي والكابتن حلمي طولان وكل لعيبه نادي الاتحاد السكندري. كانت مباراه ممتعه جدا جدا، اكتسبها او كسبها نادي الاتحاد السكندري. طلع بعد كده تصريحات ان معظم لعيبه الاتحاد السكندري معارين من نادي الزمالك، لكن اللي جاب الجول في مباراه الذهاب هو كابونجو كاسونجو المعار او اللي كان نادي الزمالك اشتراه من نادي الاتحاد، فما ينفعش ان احنا نطلع نقول كان في بقى لعيبه معاره ومش معاره. مبروك لسيد البلد، الف مبروك لكل جماهير نادي الاتحاد السكندري اللي كانت صوتها عالي جدا في بترو سبورت امبارح. نروح لاخبار النادي الاهلي بقى. محمد يوسف بيقول جاهزين جدا لمواجهه بتروجيتا. محمد يوسف مفيش بقى جاهزين ومش جاهزين، احنا عايزين 3 نقط باي طريقه. عايزين رجاله زي ما قلنا المباراه اللي فاتت يا جماعه، محتاجين رجاله. كنا الماتش اللي فات مش وحشين خالص في الشوط الثاني لغايه ما جه فينا الجول، بعد كده ما شفناش اي حاجه خالص في الكوره. عايزين لعيبه تكون متماسكه لاخر ثانيه، الاهلي معودنا دايما لاخر ثانيه بيجيب اهداف. مش عايزين اي حاجه تحصل تشتت تركيزنا. ان شاء الله 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي النهارده، مع العلم ان فريق بتروجيت ليس بالفريق السهل. معاهم مدير فني جديد مؤمن سليمان، كسب المباراه اللي فاتت، عنده حوافز كبيره جدا، لكن الاهلي اعتقد ان حوافزه ودوافعه اكبر بكتير. محمد يوسف بيقول ان كل لعيبه مركزه ومباراة من المؤجلات وعايزين نكسب كل المؤجلات. كلام جميل جدا، وقال لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز النهاردة لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي مر بها النادي والفريق خلال الفترة الماضية. معلش يا يوسف، إن شاء الله نرجع ونرجع بسرعة جدا. كمان عندنا يعني حاجات كتير جدا بتخلينا إن احنا نقول مش أعذار، لكن بتبقى أسباب بره الكورة. عموما ان شاء الله كل التوفيق ليك يا يوسف في هذه المباراه وفي المباريات القادمه لحين البت في امر المدير الفني اللي بقى قريب جدا من حسم اسمه. النادي الاهلي بقى قريب جدا من حسم اسم المدير الفني. ماشي. جونيور اجايبي خلاص بينفذ برنامج بدني مكثف عشان يرجع. جونيور اجايبي كان جاله قطع في الرباط الداخلي للركبة وكان عنده مشاكل كتير في الإصابة اللي جات له، لكن خلاص بدأ ينفذ برنامجه التأهيلي عشان يرجع بسرعة. جونيور أجايه
من اللعيبة اللي احنا مفتقدينها جدا 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 في الأيام اللي فاتت والمباريات اللي فاتت. عشان كده احنا محتاجين كل اللعيبة، محتاجين كل الدعم بتاعنا. زي ما بقول لحضراتكم دايما ان الأهلي عنده إصابات كتير كانت، وعنده أسباب ممكن أي حد يقول لا أنا عندي إصابات، أنا عندي بطولات كتير جدا تكفينا 30-40 سنة قدام، عندنا إصابات كتيرة جدا، هيكل الفريق بتاعي أساسا إصابات، أحمد فتحي وجونر أجاهي وكان وليد أزارو وكان علي معلول والشناوي وكان حسام عاشور شوية، لا السلاية شوية، لعيبة كتير جدا كانوا مصابين، فممكن نبقى عندنا أعذار. كان في ناس ثانية يعني الحمد لله عندهم كل حاجة وفي نفس الوقت ما فيش حاجة خالص. فدايما بنقول ايه، احنا ما عندناش أعذار يا جماعة، بس في أسباب، عشان بس انتوا عارفين طبعا احنا بنتكلم في ايه. مش عايزين نسقل على او نحمل اللعيبة اكبر من طاقتها. قلنا قبل كده اللعيبة ما بتأثرش، اللعيبة عندها امكانيات بيطلعها على المدير الفني. شفنا في الشوط الثاني في مباراة المقاولين اللعيبة كانت فائت قوي وبدأوا يعملوا كورة، وبدأوا 1 2 و 1 3، وهشام محمد بدأ يعمل سرعات اللي كان ندفد، يعني بدأنا نشوف كرة الأهلي مرة تانية لغاية لما جه فينا الجول، فاللعيبة بدأت تفوق. لكن جه فينا الجول طبعا كله خلاص عايز يعوض، وكله عايز يدخل فيه إن احنا نجيب الثلاث نقاط أو نتعادل على الأقل، فخلاص كان كله طلع بره التركيز. في ما شاء الله أندية تانية وكتيرة جدا عندهم اللعيبة كلهم جاهزين ما شاء الله ب 300-400 لعيب وعندهم كل حاجة، وبرضه في نفس الوقت بيخسروا، فهي الكورة دايما كده. إن شاء الله أجي يرجع بسرعة جدا. وكمان ندخل بقى نتكلم عن مستشفى الأهلي، الفحص الطبي بيحسم البرنامج التأهيلي لأحمد فتحي. لسه بنتكلم عن أحمد فتحي، أحمد فتحي غيابه كان مؤثر جدا مع كل اللعيبة المهمة. إن شاء الله أحمد فتحي يرجع ويرجع بسرعة. كمان قلنا ضروري جدا دايما الجهاز الطبي لازم يطلع يكلم الجماهير، يطمن الجماهير كلها ان احمد فتحي مصاب من الفتره لكذا لكذا وهيرجع ان شاء الله يوم كذا. ده ضروري جدا ان شاء الله نعمل كده في الفتره اللي جايه. ايضا محمد شريف كمان دخل المستشفى، كان عنده نزله برد قويه جدا، نزل التمرين بس نزل الجيم، بعد الجيم تعب قوي فخد يوم راحه سلبي، بعد كده الموضوع بقى صعب قوي. طيب معلول كمان بيقترب من العودة، علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بيقترب من العودة للتدريبات الجماعية، كان برضو جاله تمزق في العضلة الضم، إصابات غريبة. يعني المفروض أن أنت يجيلك شد أو شد مثلا جامد شوية، مش تمزق، يعني أول إصابة تمزق، عندنا أول إصابات تمزق، صلاح محسن أول إصابة تمزق، الشناوي أول إصابة تمزق، علي معلول أول إصابة تمزق، أجاي أول إصابة تمزق، حاجة بصراحة غريبة جدا، غريبة جدا جدا. بس يعني إن شاء الله يرجعوا، ودايما بكلمكم في الحاجات دي مش بقول لكم أعذار، يعني فرقوا إن أنا بقول لكم أعذار وإن إحنا بنقول في أسباب مؤثرة بغياب عناصر مؤثرة جدا وعمود فقري فعلا للفريق. مفيش راحة بكرة إن شاء الله، يبدأ استعداد جديد لمباراة الجونة اللي تبقى مقامة إن شاء الله، هتقام يوم الأربع اللي جاي. برضو الجونة مغيرين، يعني على حظنا مغيرين مدير فني كابتن حمادة صدقي، كل المباريات بالنسبة للنادي الأهلي صعبة، ده غير الدوافع كمان اللي بياخدها الفرق اللي بتلعبك لما تعرف النادي الأهلي جاي يلعبها. الدوافع طبعا غريبة زي ما قلت لكم قبل كده، اللعيبة بتقعد تحسب امتى لاعب الأهلي عشان أجهز نفسي وأبعد عن الإصابات وأبعد عن الإنذارات، تبقى في قمة الدوافع بتاعتي. فإن شاء الله الأهلي يبقى قد كل التحديات دي. عندنا مباراة الأربع ومباراة كانت النهاردة إن شاء الله، ومباراة كانت من ثلاث أيام، زي ما نكون بنتعاقب إن احنا بندخل أفريقيا، بس ماشي يعني، بس يعني نقول في عذر لاتحاد الكورة إن مفيش وقت ومفيش، بس برضه ضغط كبير جدا، ضغط كبير جدا. مش عايز أقول إن احنا بنتحاسب إن احنا بندخل بنمثل مصر في أفريقيا، فضغط مباريات بس برضه في عذر. ماشي، محمود البنا ان شاء الله حكم لمباراه بتروجيت والاهلي، حكم الدولي محمود البنا، هيبقى معاه يوسف البساطي وشهاب راشد ومجدي خاطر حكم رابع، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكم خامس. كانت في مدربين بيشتكوا من عدم وجود الحكام الاضافيين، وحقهم بصراحه طالما احنا ماشيين على ميثاق. يعني جاهزين يا سمير بالجرافيك؟
تعالوا نشوفوا بقى فريق الاعداد مجهز لنا الجرافيك بتاع هذه المباراه، نشوفه مع بعض على الشاشه. يلا يا سامي تورينو. دي نتائج مباراة الأسبوع 16، مصر مقصة وإنبي 4-3، والاتحاد السكندري وطلائع الجيش 1-1، الإنتاج الحربي والمصري 0-0، حرس الحدود 4-1 على وادي دجلة. بتروجيت وسموحة 1-0، البتروجيت قلت لكم يعني بتروجيت عنده دوافع كتيرة النهاردة، الزمالك والجونة 3-0، الأهلي والمقاولون كان 0-1، النجوم والبيراميدز 2-0. دي مواعيد مباراة الأسبوع 17، الإسماعيلي والجونة إن شاء الله يوم الاثنين 10 ديسمبر، الزمالك والأهلي يوم الاثنين 10 ديسمبر أيضا دي مؤجلة، الزمالك والأهلي آسف، والمقاولون العرب وبتروجيت أيضا الاثنين يوم 10، والمصر بورسعيدي والداخلية يوم الاثنين، دي كل الماتشات يوم الاثنين، بيراميدز وحرس الحدود يوم الاثنين الساعة 7:30. وادي دجلة والإنتاج الحربي يوم الثلاث إن شاء الله الساعة 5، وسموحة والاتحاد السكندري الساعة 5 يوم الأربع، إنبي والنجوم الساعة 7:30 يوم الأربع، وطلائع الجيش ومصر المقصة يوم الخميس الساعة 7 إن شاء الله. دي تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت، 20 مباراة بين الفريقين، فوز 15 مباراة للأهلي وتعادل 5 مباريات وهزيمة 0. أنا ما بتفائلش يا جماعة بالحاجات دي بصراحة، بس ماشي. ليه 42 هدف الأهلي وعليه 11 هدف، لكن طبعا الكلام ده ماضي وفات، والنهاردة موضوع تاني خالص. أول وآخر مباراة بين الأهلي وبتروجيت كانت أول مباراة يوم 19 نوفمبر 2006، انتهت بفوز الأهلي بأربع أهداف مقابل لا شيء، وآخر مباراة بين الفريقين كانت 22 أبريل 2018 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. أول هدف للأهلي أحرزه محمد صديق، وأحرز آخر هدف مروان محسن، وأحرز أول هدف لبتروجيت علاء إبراهيم، وأحرز آخر هدف عمر النجدي. دي قائمة مباراة الأهلي وبتروجيت، الأهلي شريف إكرامي وعلي لطفي وشوبير وندفد وأحمد علاء وسعد سمير وصبر رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني وحسام عاشور وعمرو السلية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ ناصر ماهر وإسلام محارب وليد سليمان وأحمد حمدي. أحمد حمدي في القائمة هو مروان محسن ووليد أزارو، طبعا مدير فني محمد يوسف. أسماء بصراحة كبيرة جدا وأسماء تخض أي حد، لكن إزاي نستغلها؟ هي دي شغلانة المدير الفني مش شغلانتنا. أكبر فوز للأهلي على بتروجيت لسه قايلين 4-0 ثلاث مرات، و3-0 كانت مرة واحدة، و3-1 كانت مرة واحدة. هدافه الأهلي وبتروجيت في مباراتهم عماد متعب طبعا جلاد الحراس 5 أهداف، وليد سليمان النجم الأهلاوي 4 أهداف، وعبد الله السعيد 4 أهداف، وفلافيو 4 أهداف، وبوتريكا مع شكر جماهير 3 أهداف، وكوفي هدفين من بتروجيت، وشميلس بيكلي هدفين. دي قائمة الهدافين لموسم 2018-2019، محمود علاء لاعب الزمالك 8 أهداف، أحمد علي المقاولين 7 أهداف، وشميلس بيكلي بتروجيت 7 أهداف، حسام باولو الداخلية 7 أهداف ما شاء الله، حسام يوسف أوباما الزمالك 6 أهداف، محمود عبد المنعم كهربا 6 أهداف، وجون أنتوي مصر المقصة 6 أهداف، محمد رجب الإنتاج الحربي 6 أهداف، وإبراهيم نضاي وادي دجلة 6 أهداف، وماركوس كينو 6 أهداف. ده كان آخرنا. لازم طبعا نقول لباولو يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا، لازم تلاقيه من الهدافين، كان راح الزمالك ولم يوفق، لكن رجع تاني للداخلية وأصبح من الهدافين، أعتقد كان عدى على السموحة. يعني دي كانت الإحصائيات بتاعتنا. نطلع بقى فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام عشان نتكلم. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجوم مصر ونجوم نادي الاهلي الكباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم، منور الدنيا يا كابتن. كابتن عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. والنجم الكبير كابتن ماهر همام، منور الدنيا كابتن. يا كابتن ميدو عامل ايه؟ تمام الحمد لله. نكسب النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ايضا والنجم نجم مصر والاهلي كابتن كبير كابتن اسامه حسني، نور الدنيا كابتن. ازيك يا كابتن ميدو؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. سعيد طبعا ان انا موجود مع كباتننا الكبار كابتن شريف وكابتن ماهر، ومعاك طبعا الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك يا اسامه، منورين الدنيا. ويعني برضو عايز جميل اكيد عايز اطمن على كابتن محمود خطيب هيجي امتى ان شاء الله، طمنا على اخر اخبار. يعني ان شاء الله يكون يعني جاي بكره بامر الله، يجي كده بالسلامه ان شاء الله، والحمد لله الامور كويسه وفضل الله. و يعني كلمته امبارح والحمد لله يعني
يعني اموره كويسه، وان شاء الله يكون متواجد بقى وسط يعني اهله وسط جماهيره ومحبيه ان شاء الله من بكره. بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يجي بالسلامه باذن الله ينور الدنيا. كابتن شريف، مباراه مهمه جدا بتروجيت في الاهلي، بتروجيت متحفز من المباراه السابقه، 3 نقاط خدهم يعني، ومكسب اول مكسب كان لمؤمن سليمان، مباراه صعبه للفريقين، كمان النادي الاهلي عايز يخرج من مأزق كبير جدا، شايف المباراه ازاي بشكل عام قبل ما نتكلم في تفاصيلها الفنيه؟ زي ما انت قلت، بسم الله الرحمن الرحيم، الفريقين محتاجين فوز. شكل بتروجيت مش زي البدايات، يعني مش زي ما ابتدى ايام كان مع طارق يحيى، مدرب جديد باستراتيجيه جديده بسيكولوجيه جديده، ببعض الغيابات النهارده كمان من بتروجيت مؤثره، فبتبقى صعبه جدا طبعا على المدرب الجديد ان هو بيروح منه لعيبه مهمه جدا بيعتمد عليها اعتماد كلي في تحقيق النتائج. نفس الشكل بالنسبه للنادي الاهلي، مستشفى النادي الاهلي يعني، برضو احنا بنرمم في النادي الاهلي وبيرجعوا، والمطلوب من اسم النادي الاهلي الكبير ان هو ما يفرقش معاه بقى الحاجات دي كلها. احنا الانديه كلها تاثر فيها قصص الغيابات، انما احنا المفروض ما فيش حاجه بتاثر فينا، وخاصه اذا كان في البطولات المحليه. الجماهير بتساند بكل قوه، اللعيبه اعتقد حسوا بالموقف اللي النهارده الدنيا فيه. انت ليك 11 هدف وعليك 17 هدف، يعني حكايه اول مره تحصل في تاريخنا. ف انا حاسس النهارده، لا انت الاحصائيات كده انا مستغربها دي. لا انت ليك 9 وعليك 6. ليك 9 وعليك 6. ده بالنسبه لل ده الاسماعيلي، ده كان الاسماعيلي اوكي تحتيه. تمام، ليك 6، سوري، ليك 9 وعليك 6 هدف. فبرضه دي كتير قوي انك انت يخش فيك 6 جوال في عدد المباريات، اول 7 مباريات. تمام، ده مش متعودين على كده. انما الظروف اللي احنا محيطه بينا، انا كل اللي عايزه منك يا كابتن ميدو النهارده انك انت تبتدي بدايه ماتش المقاولين العرب. مباراه المقاولين العرب كان في استحواذ الحقيقه، وكان في تدخل، وكان في رغبه، انما كان في برضه النقص العددي في حكايه الهجوم، يعني برضه كريم نيدفيد بالمستوى اللي ظهر بيه والانطلاقات اللي كانت ناحيه اليمين والعرضيات كانت محتاجه برضه عدد كبير قوي يكون في منطقه الجزاء عندنا، يترجم كل الشغل اللي الفرقه كلها بتلعبه والفرقه بتعمله لاهداف، والاهداف دي يا كابتن ميدو بتريح الديفنس بتاعك، بتريح حارس المرمى اللي هو راجع ومحتاج ثقه كبيره، بتريح نص ملعبك، بتريح الغيابات، بتريح الوجوه الجديده. تمام، اللي هي بتبقى موجوده بتدي ثقه، والثقه دي نص الفرقه لحد دلوقتي اللي احنا محتاجين ان احنا نشوفها مع نادي الاهلي. فاحنا انا وانت قبل المباراه كنا بنقول عايزين نحلل الماتش بعد الماتش، لان مهما قلنا ومهما اتكلمنا ومهما ابتدينا ندي روشتات للعيبه والكلام ده، احنا رحنا وقعدنا معاهم قبل الماتش من يومين كده، واللعيبه كلها الحقيقه مدركه الوضع شكله ايه، ومدركة الدنيا رايحة فين، واللعيبة كلها تكتفت، واللعيبة كلها أنا حسيت إن عندهم ثقة كبيرة جدا إن اللي بيحصل ده حاجة مش طبيعية. أكيد، وعلى لدرجة إن هم أعتقد إن حصل ذبح وحصل نهر وكده وما أعرفش إيه، والناس بقت كلها موجودة مدركة إن دي زي أي عاصفة حصلت لنا وإحنا بنلعب زمان يعني. فما عندناش أدنى شك إن النهاردة ناهينا عن النتيجة برضو يعني. أنا مش عايز اتكلم، ده ماتش بيتلعب في السويس وماتش بره ارض مصر والكلام من ده. انا كل اللي بتمناه ان النادي الاهلي يتوفق في ال3 نقاط النهارده يا كابتن. تمام، يعني حكايه الاداء وحكايه النتيجه، واحتاج الناس كلها محتاجه فوز بس النهارده. الفوز ده طبعا برضو عن طريق اللعب. يعني الفرقه اللي قدامك برضو جريحه من النتائج اللي هي كانت مع المدرب السابق يعني. مؤمن او مركزنا طبعا، مؤمن في التفاصيل الفنيه، مؤمن عايز يبقى له وجود في المباراه اكيد، باذن الله يكون التوفيق كله للنادي الاهلي اللي هو محتاج المباراه بقى بلا شك يعني. تمام كابتن ماهر، برضو يعني رؤيه عامه قبل ما نتكلم في تفاصيل هذه المباراه. بسم الله الرحمن الحكيم، النهارده طبعا مباراه بتروجيت والنادي الاهلي. بتروجيت يمكن مؤمن سليمان تولى المهمه لقياده الفريق يمكن في مباراتين، مباراه تعادل فيها المباراه الاولى ضد طلائع الجيش 3-3، والمباراه الثانيه كسب فيها بتروجيت سموحه 1-0. بدايه كويسه، فبدايه كويسه طبعا لمؤمن. احنا مؤمن من المدربين الواعدين، شفنا مؤمن قبل كده يمكن مع قيادته لسموحه، شفنا قيادته لنادي الزمالك، من المدربين اللي هي بتشتغل بجديه، بتشتغل باخلاص،
النهارده عنده دوافع كبيره جدا بيلعب قدام النادي الاهلي. هو يمكن مقدر ظروف النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، ويمكن عايزين نقول النزول بالكيرف شويه في اداء النادي الاهلي، وكلنا طبعا عارفين ان النزول ده له عده اسباب كثيره جدا اتكلمنا فيها اكتر من مره. النهارده مؤمن يهمه جدا ان يلعب قدام النادي الاهلي بتوازن في الدفاع بشكل جيد. استاد السويس استاد كبير، استاد مساحته كبيره، هو النادي الاهلي يمكن فرصته اكتر من بتروجيت في حته الملاعب اللي هي مساحتها اكتر، يقدر النادي الاهلي في اختراقاته، يقدر في جمله التكتيكيه، يقدر في انتشاره في الملعب يبقى افضل من بتروجيت. النهارده بتروجيت بيفكر يا ميدو في ان هو يامن خطوط الثلاثه بشكل كبير. يعني النهارده مؤمن اكيد عارف النادي الاهلي يهمه ثلاث نقاط. النهارده النادي الاهلي النهارده اسلوبه هيختلف بشكل كبير جدا عن الاسابيع الماضيه. النهارده النادي الاهلي عنده دوافع اللعيبه واضح قوي من التمرين، من الكلام، من التحفيز، كلام محمد يوسف كرئيس الاداره الفنيه، مساعدينه، حتى اللعيبه الكبار، يمكن حتى اللعيبه المصابين، يمكن تحس النهارده ان في ايد واحده تحس ان اللعيبه عندها اصرار وعندها عزيمه ان هي تكسب ثلاث نقاط النهارده. مباراة هتبقى في منتهى الصعوبة، لكن دوافع لعيبة النادي الأهلي وثقتنا فيهم المستمرة في أدائهم، أنا شايف النهاردة بإذن الله النادي الأهلي قادر يتنز الثلاث نقاط بإذن الله. إن شاء الله. كابتن أسامة، مفيش مباراة سهلة ومباراة صعبة دلوقتي في كرة القدم. بنشوف دلوقتي الفرق الصغيرة بتحرق الفرق الكبيرة. أنت بتدخل مباراة مش عارف مين اللي هيكسب دلوقتي. شوف حرس الحدود اللي كان متزايل الجدول، لا ده بيكسب الإسماعيلي وبيكسب وادي دجلة. الفرق كلها بتدخل بتتفرج على بيراميدز وعلى نجوم، فريق النجوم، ما تعرفش مين اللي هيكسب للثواني الاخير. فكل مباراه صعبه. النهارده مباراه بتروجيت والاهلي، اكيد كل فرقه ليها دوافع. بتروجيت مغير الجهاز الفني، داخل بدوافع جديده، كابتن مؤمن سليمان من المدربين المميزين اللي بدا يثبت نفسه ويبقى ليه بصمه في الدوري المصري. ظهرت كمان في مباراه سموحه بتروجيت، رغم ان بتروجيت بقاله فتره يعني النتائج ما كانتش مع كابتن طارق يحيى على ما يرام. لعب حوالي كابتن ميدو، لو احنا اتكلمنا قلنا 15 مباراه، فاز في ماتشين بس وتعادل في 9 مباريات وهزيمه في 4 مباريات. ليه 17 هدف وعليه 18 هدف، ما كانتش النتائج كويسه. لكن مع قدوم الكابتن مؤمن المباراه اللي فاتت، رغم ان سموحه يعني لو احنا شفنا المباراه سموحه ضيع اهداف كتيره، لكن فريق بتروجيت كان متماسك، متماسك في الدفاع، كانت الخطوط قريبه من بعض، قدر عن طريق بيكلي يعمل باصه، الراجل راح ده انفراد حط بمهاره عاليه جدا من فوق حارس المرمى، وفضل محافظ على شكله الدفاعي. اللعيبه متماسكه، الخطوط قريبه. النهارده النادي الاهلي عشان نقدر بقى نخرج من كل اللي احنا فيه خلال الفتره اللي فاتت، النهارده الثلاث نقاط دول مهمين جدا. يعني طبعا الاداء مهم، لكن انا عشان اخرج من اللي انا فيه، لا، اول نقطه لازم افكر فيها المكسب. لو احنا بنتكلم بقى بلغه الكوره، بقول لك المكسب بيجيب مكسب. المكسب هيرجع ثقه اللعيبه بعضها. النادي الاهلي لما بيكسب الدوافع بتبقى كبيره، حتى اللعيبه ما بينها وبين بعض. فالنهارده المكسب يبدا يغير شكلك في الجدول، عشان عندك مؤجلات كتير. وزي ما احنا قلنا واتكلمنا، احنا كلنا ثقه في اللعيبه اللي موجوده، برغم ان هيحصل تدعيمات في يناير، لكن كلنا ثقه في اللعيبه الموجوده. اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي لازم يمثل النادي الاهلي، ولازم يلعب بروح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا. النهارده مباراه مهمه زي ما بقول لك، في عوده بقى ناس من المستشفى الاهلي، زي ما كابتن شريف بيقول كلمته المعتاده، مستشفى الاهلي. النهارده في عوده ازارو، في عوده عمرو السوليه، هيكونوا طبعا اضافه في نص الملعب واضافه في النواحي الهجوميه. ان شاء الله هيكونوا اضافه كبيره النهارده، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى النهارده يعني يكون التوفيق للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، ونقدر ناخد الثلاث نقاط النهارده يا رب ان شاء الله. زي ما قال الكباتن، زي ما قال اسامه، اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي بقد تيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا، ويكونوا الرجاله عايزين 11 راجل. مهما نتكلم في فنيات، ومهما محمد يوسف يتكلم في فنيات، مباراه رجاله بس. المباراه اللي جايه دي مباراه رجاله ومباراه لعيبه في الملعب، وان شاء الله يفرحونا بعد الساعه 8 باذن الله، نفرح ونبارك لبعض. عايز اقول لكم النهارده عيد ميلاد النجم الكبير وليد سليمان. كل سنه وانت طيب يا وليد، وكل سنه وانت نجم، وكل سنه وانت مفرحنا، وان شاء الله
سنة عن سنة بتنضج وسنة عن سنة نجمك بيزيد، وكل سنة وانت طيب وبألف خير. نروح لتقرير عن هذه المباراة ونرجع نكمل. انا مش عادي موضوع العجل ده اصلا، معلش بص اقول لك مش هيتعدي. انا مش عادي موضوع العجل، مش قادر. فانت العجل لما ذبحناه كان ايه؟ كان سليم ولا في حاجه؟ لا لا عنده مز، لا ده جاله مز في الضمه كمان. قال لهم قبل ما تذبحوني انا اعالج الضمه بس بعد كده. طب هنعمل ايه؟ وصلنا للعجل يا عم. قتلنا اسامه. احنا بس عايزين طبعا نقول لوليد سليمان كل سنه طيب طبعا. النهارده يعني وليد صراحه من اللعيبه المحترمه جدا. جميل. حتى احنا انا يعني في برنامج الاشبال اللي بنعمله يوم الجمعه كابتن ميدو دايما بنجيب لعيب خرج من قطاع الناشئين في الاهلي. فقلت لهم لا انا عايز يعني لعيب هنخرج بره الموضوع ده شويه، عايزين وليد سليمان. فحتى لما عملنا معاه تقرير واتكلم تحس ان واحد متربي جوه النادي الاهلي، طالع من ناشئين النادي الاهلي. كلامه حتى يقول لك الفلوس ورساله لكل ناشئ جوه النادي الاهلي، الفلوس هتعملها في اي مكان. جميل. وهي رزق ربنا هيديه لك سواء انت هنا او بره او جوه، لكن البطولات مش هتعملها غير جوه النادي الاهلي. اساسه مختار وليد سليمان. فهو النادي الاهلي بتروجيت. بتروجيت برضه. بتروجيت كان بيتمرن قدامي انا في الاستاد على طول، انا كان ليا حظ وكنت عندي اكاديميه هناك، كان بيتمرنوا معايا هم منتخب مصر. ف اساسه اهلاوي برضو يعني. ربنا بصراحه وليد كل سنه عن سنه بيفرق كتير جدا وبيزيد. اسامه نضج، كابتن شريف، كابتن ماهر، حتى الجول اللي حط في الوصل الكره الفاول كان جول عالمي. بس طبعا التعادل وخروجنا من البطوله العربيه نسانا شويه. بقول احنا خروجنا احنا عشان بس ما حدش يفهمني غلط يا جماعه. احنا عايزين بقى نروح دي بقى ميدو اللي فيها وليد تنطبع بقى على 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 بقيه اللعيبه. يعني احنا محتاجين 11 وليد سليمان، مش واحد بس. والله كابتن هم كلهم رجاله، بس عارف يعني ساعات بيجي لك يعني ظروف كده انت مش عارف تخرج منها. ان شاء الله يخرج منها. احنا مقدرين ظروف اللعيبه بصراحه. لكن انا عايز اتكلم على انك انت لما بتشوف اللعيب الكبير بيتمرمط بلغه الكوره، انت كمان بتتمرمط وبتشوف كابتن الفرقه بيزحلق وبيقوم. وليد ما سابش حته لما ده فيها السن كمان بصراحه. وليد دلوقتي كام؟ 32 سنه. متحمل كل حاجه. سنه رساله كمان للولاد اللي عندها 23 و14 بس ليه عندكم بس طلب أعلى. اطلب يا نجم. انت تطلب اللي انت عايزه يا نجم. احنا بندعم في يناير وكمان، بس داوني والله اللعيبه بتاعتنا اللي موجوده دي لولا حكايه الاستشفاء والمستشفيات والعضله والعجل والحاجات دي كلها اقسم بالله دول احسن لعيبه موجودين. طب والله طب اقول لك على حاجه والله العظيم عايزين ندرس لعيبه الثقه. احنا اسفين احنا بنعتذر لو قلنا مش قاصدين كلمه ان انا بجيب لكم دعيم ان انتم مش قادرين. لا انتوا الثقه بس ترجع لكم وتنزلوا الملعب وانتوا سلام. انا اول واحد اراهن عليكم، اول واحد انتوا اللي وصلتونا بنص رجل وبنص لعيب للفاينل ونهائي. والله العظيم ده سؤال. انتوا يا اولاد انتوا احسن لعيبه موجودين في مصر. اكيد. واحسن عين جابتكم وربنا يوفقكم باذن الله. احنا وراكم، انتوا مش مكسرين، انتوا بس ظروف كابتن ميدو. انا كنت اقول لك على فكره كان سؤالي. انا كنت عايز اتكلم بس في حته دي مع مالو. انا كنت اقول لك القايمه واقول لك مين في القايمه دي. جه تشال ولا ما كانش جاي الاهلي يا اسامه والدنيا كلها كانت شريف كوليبالي وصلني لنهايه افريقيا على فكره. يعني الظروف زي ما كانش شايف عايزين حد يجي على اللعيبه جامد. خلي بالك خلي بالك يعني هروح امبارح لمباراه الزمالك والاتحاد السكندري. الناس بتاعها. لا لا انا هتكلم فنيا والله. طيب اوكي. سيبك من حته التحكيم زي ما الناس بتتكلم. تحكيم ماله؟ يعني مش هتكلم في حته تحكيم دلوقتي، لكن انا هتكلم عن نقطه انك انت بتشيل عنصر زي طارق حامد من الفريق. يفرق طارق كتير حامد. قوي. شفت مقصر ازاي امبارح على خط وسط الزمالك؟ انا قلتها. عامل فجوه. معقوله طارق حامد فارق مع الفريق انت النهارده؟ شيل بقى في وقت من الاوقات معلول، اجاييه، ازارو، احمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، الشناوي مصاب، سليه، عرات اللي حصل في اول السنه، فرقه. فانت بتجيب الناس البعيده. مؤمن موجود ولا مش موجود؟ طبعا. يعني انت عندك زكريا. انت عندك مستشفى بجد يعني انت بقول لك مستشفى فيها عمود فقري للفريق. يا ميدو انت بتتكلم في عنصر. انا بكلمك فنيا دلوقتي. ايوه بتشيل عنصر بتلاقي الدنيا اثر على الفرقه. احنا مش عايزين نبقى زي الناس نشوشر برضو على نفسنا. يعني انك تشوشر على نفسك كمان انت اللي خسران في الاخر. فنيه مهمه جدا. ما بقاش عندي كنز ويسيبني ويطلع بره ابص ليه متفوق عليا بره كمان. فاحنا معانا لعيبه كويسه زي الفل. ازاي بس الجو العام يتوفر لهم ان شاء الله النهارده والكم ماتش اللي هم في الدوري دول يرجعوا تاني ياخدوا الثقه فيه وهيرجعوا تاني ويلعبوا الكره ال 15 وال 20 وال 30 نقله اللي بنقولوها. هو ده ستايل النادي الاهلي بيرهق المنافس
فباذن الله اللعيبه تشفى. كل اللعيبه شفنا اللعيبه دي خد بالك وكانت ليها مواقف. تعالى اقول لكم طيب قائمه النادي الاهلي يا كابتن ماهر ونتكلم على اللعيبه كلها. شريف اكرامي وعلي لطفي وبره طبعا الشناوي ومصطفى شوبير كريم ندفد. شوفوا الاسماء: كريم ندفد، احمد علاء، سعد سمير، صبر رحيل، ايمن اشرف، باسم علي، محمد هاني، حسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد، احمد الشيخ، ناصر ماهر، اسلام محارب، وليد سليمان، احمد حمدي، مروان محسن، وليد ازارو. كل اللعيبه اللي جت النادي الاهلي، الاسماء اللي انتم سمعتوها دي والاسماء طبعا اللي بره كلها كانت جايه يا كابتن شريف، وكل الناس كانت مبسوطه ان هي جايه بمنتهى الامان. فكون اللي بيحصل بقى، انا كنت اسالك ده السؤال: هل اللعيبه دي فعلا اثرت؟ هل في ظروف خارجيه؟ هل فكر المدير الفني ساعات كابتن شريف ده اللي بتكلم فيها اسامه كابتن ماهر طبعا طبعا يعني ما شاء الله عليكم في الكوره، ساعات فكر المدير الفني بيخليك انت مش ما بتطلعش كل امكانياتك. يعني هو عايز منك اسلوب لعب معين، غير مدير فني تاني هيدي لك اسلوب لعب. لا بيتركن بتركن يا ميدو، انت بتروح لك نفسك خلاص، انا مش مطلوب مش محتاجني، فانت كمان ما بتبقاش في نفسك. لا انا بتكلم على لعيبه بتلعب كمان. ملعيبه في لعيب زي عمرو بركات شفته، وعمرو جمال، عمرو بركات بيتمرنوا الاثنين، لو تشوفهم تبني عليهم فرقه. بالظبط بكلمك جد، لعيبه كتير. مش عايزين نشوشر نقول عمرو بركات اصله بطيء شويه، عمرو اصله مش عارف ايه. لا عمرو بركات لما كان في المقصه وكان عمال هاري، ولما لعب معانا ما هو جاب لنا جونين في الماتشين في البطوله العربيه. مش عايزين الرومرز او الاشاعات اللي احنا بنتكلم عليها، اللي احنا الناس بتزق الجماهير، والاشاعات اللي بتحصل بيننا وبين الجماهير دلوقتي مرفوضه. بالزبط. مرفوضه تماما. بالزبط. يا جماعه اوعى حد وطالما زينا احنا الاول الحمد لله، يعني واحنا زي ما بيقولوا نمره واحد. ان ميدو ان انت بعد كل مباراه كان الجهاز الفني بيعمل حاجات كويسه قوي، بيعمل مباراه تجريبيه بعد المباراه الرسميه، واحنا شفنا كل النجوم دول وكنا مطمنين. احنا كنا من خلال الاستوديو التحليلي في هذه المباراه الحبيه كنا بنقول ان عمرو بركات قادم، ان محمد هاني قادم، ان احمد الشيخ قادم، احنا شايفينهم كابتن. ما انت جايبهم اصلا نجوم، اللعيبه دي جايه لك نجوم من خلال حتى المباراه التجريبيه. جالك احمد شيخ هداف دوري، جالك عمرو بركات كان جاله كذا عقد احتراف وقال لك لا انا عايز النادي الاهلي، هشام محمد نفس الكلام. كان كل اللعيبه دي، انا عايز اقول لكم بمناسبه الاشاعات، صالح جمعه رجع التمرين، هتلاقوا كلام صالح جمعه مش عارف متصور فين، صالح جمعه مش عارف بيعمل ايه. طلعوه على الواتساب محادثات لواحد صحفي كده ان هو هيروح الزمالك والكلام ده. ما اسمعوا اللي تسمعوه يا جماعه وقعدوا اضحكوا على الكلام. صالح جمعه يعمل اي حاجه انا عايزه في الملعب، يمرمط نفسه في الملعب. انا ليا اللعيب في الملعب، انا ليا اللعيب، او اي كوتش او اي مؤسسه بتنجح ليها الشخص ده في المكان اللي هو شغال فيه. بره المكان بقى يعني اعمل اللي انت عايزه، بس مع الحفاظ على شكلك وشكل النادي. دي طبعا لازم نحط عليها مليون خط احمر. لكن هتسمعوا كلام كتير، خليك تتكلم زي ما انت عايز. هتسمعوا كلام كتير جدا، اسمعوا اللي انتوا عايزينه يعني، وخليهم يقولوا اللي انتوا عايزينه. لكن احنا محتاجين كل اللعيبه. قول يا اسامه عشان النقطة الكابتن ماهر كلم مهمة جدا، ازاي انت تجهز الناس التانية عشان لما تحتاجها. دي مهمة جدا، انك تلعب النهاردة مباراة، تاني يوم تعمل مباراة ودية. النهاردة مؤمن زكريا، عشان احنا بنغطي دوري الشباب والناشئين في النادي الاهلي، النهاردة مؤمن زكريا موجود في الفيوم مع شباب الاهلي بيلعب مصر مقص. بالظبط. مؤمن زكريا راح هو احمد ياسر النهاردة، عشان ان شاء الله مؤمن زكريا محتاجينه الفتره الجايه. فهي ده يعني جايه منه، عايز اجهز. أيوة عشان الفتره الجايه ما بلحقش العب مباريات مع الدرجه الاولى، او ما فيش الوقت ان انا كل 3 ايام في مباراه. فالنهارده هو اللي طلب، عايز اروح العب عشان لما يحتاجوني الدرجه الاولى. بالظبط. كلام جميل جدا، نكمل كلامنا بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في تحليل هذه المباراه بتروجيت والاهلي. مباراه مهمه جدا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم ونجوم الاستوديو التحليلي كابتن شريف. قلت لحضرتك القايمه فيها وجوه جديده: ميدو جابر، احمد حمدي، عمرو السوليه. يعني اعتقد ان يعني بدا وناس يطلعوا لمحمد يوسف ممكن يسندوا الدنيا شويه. الدنيا ابتدت تمطر، يعني تندع شويه، ان في لعيبه جايه من المستشفى باذن الله هتبقى موجوده في القوام الاساسي. بس انا برضو من رؤيتي محمد هاني كمان دخل. محمد هاني انا من رؤيتي وخلالي في التمرين، يعني انا اقدر اقول لك محمد هاني كويس، ميدو جابر كويس، باسم علي لسه شويه، سوليه انت بتقولي دلوقتي، بقول لك ازارو طبعا،
حاسس ان سوليه ما خفش قوي، بس انت بتقول لي اسامه بيقول لي هو ستايله كده، ستايله كده يعني. انا ما انا بحب اللعيب الفايتر اللي اول ما تجيله روح تايس عليه ميدو وزي قدامه واخد قوي وياخد قراره ويعمل 1 2. فكانت في لغه ان في التمرين كابتن محمد يوسف كان بيحاول يعمل لغه الدوتات من نص الملعب وعلى الاطراف. حمودي موجود بشكل ملحوظ وملموس في التقسيمه كان. ازارو كان موجود، لعب عليه مدافع حمودي متهيألي مش في القائمه، مش في القائمه كان موجود يعني. انا ازارو كان موجود في في التمرين ولعب عليه لعيب واعد يعني اسمه احمد علاء، تحس ان هو مباراه بجد مش لدرجه انه داس عليه يعني. هم المساكين ما بيهزروش في العموم، ما بيهزروش يعني. احمد علاء ما بيهزرش وحالق شعره وراح الجيش وملتزم. جميل قوي، قمر حسيت ان وائل جمعه موجود تاني يعني. جميل قوي، جميل قوي. ف في شكل اللعيبه مركزه واللعيبه واخده قرار بينها وبين نفسها. باذن الله، باذن الله الثقه تكون رجعت. بس انا ما بحبش لعيب ينزل الملعب وهو لسه ما خفش. مش لمصلحه الفريق انك انت تنزل الماتش الجاي. هو ينفع احنا كل 3 ايام ماتش؟ ينفع اصلا يا كابتن شريف لعيب يدخل قائمه النادي الاهلي وهو فيه لسه شبهه اصابه؟ اعتقد الموضوع صعب. حكايه العضلات بتاعتنا وما اعرفش، انا اول ما بحس ان انا بعرف اعمل السبرنت القصير ده بحس ان انا خفيت. لا، العضله عايزه راحه اكتر، والعضله مش عايزه ضغط عصبي ونفسي وتمرين. ولو ما خدتش وقتها وخدت لقيت نفسك يا ميدو بتاخد الملعب كله سبرنت ومفيش حاجه وانت حاسس انك طاير كده خفيف، يبقى انت بقيت خفيت. انما انت هتعمل حاجات الصغيره اللي هي هتجبرك في الماتشات على الحاجات الطويله، وبعدين ترجع تقول لي انا اتعورت تاني، بنتهم من فيها مين بقى؟ مع ان اللعيب هو صاحب قرار نفسه في حكايه الاصابه كمان، هو اللي يقول لك انا بقيت كويس ولا لا. انا بس اللي معروف يا كابتن انا هروح، هيروح لابسها حكايه او هيتحملها الجهاز الطبي. كابتن مش في تشخيص الاصابه في مده اصابه كابتن ماهر ما تحضرنا في القصه دي؟ مش كل عضله وكل، كان عامل زي الشافي كان عضلته قصيره كده يروح ويرجع ويقعد بالشهور ويرجع يتعور تاني. كل واحد فينا خاصه السوليه رجليه ما شاء الله بتحتاج وقت. انا بقول كل اللي بطلبه ان اللعيب لما يتعور ياخد وقته وكفايته في علاجه، لان انا هستفيد بيه. انا عندي 8 ماتشات او 7 ماتشات دلوقتي ناقصين لي، مش هيجرى حاجه ان انا لما هلعب. ما في نواقص كتير في فرقه بتروجيت يعني. انما انت كل اللغه اللي انا عايز اتكلم عليها عشان اكسب اي فرقه في العالم، مع اي فرقه عايزه تكسب اي فرقه يا كابتن وبقى لها وجود في الملعب، لغه الضغط على المنافس، انك بتضغط على المنافس اللي قدامك. النادي الاهلي النهارده لو بيضغط على فرقه بتروجيت في نص الملعب من قدام مع التكتيف والاطراف بتاعتك بتشتغل كويس زي ما حصلت يوم المقاولين العرب، اعتقد انت بوجود ازارو او التدعيمات اللي موجوده يمكن يلعب 2 ب2 النهارده وليد وازارو، اسامه يلعب مروان وازارو، يمكن يكون عنده ادام 2 خف وعنده حاجه، يمكن يفاجئني ويلعب بالاثنين دول. فاداء طول ما انت بتضغط على المنافس بتاعك هو ده المفتاح بتاعك بتاع اي حد في الدنيا انك تكسبه، مش بتروجيت بس، انك تكسب اي فرقه موجوده في الاهلي في الدوري او في اي حته بره. وده اسلوب النادي الاهلي، وده اسلوبنا اللي كنا بنحقق منه افساد الاخرين. هو واحنا المكسب لينا. هم حاجتين بيميزوا النادي الاهلي، الضغط على اول ما حاجه منهم بتختفي منك بتقل انت كشخصيه حتى فريق النادي الاهلي. الضغط تضغط لما بتفقد الكره في اي مكان في الملعب، سواء كره قدام في نص الملعب، انك تقطع تضغط بسرعه في اقل وقت ممكن تجيب الكره عشان تبدا تشتغل، ولما تشتغل تشتغل بقى الباص اللي في الرجل دايما. ده حتى اللي ما قدرناش نعملها في مباراه الترجي الثانيه اللي كانت في تونس، ننقل نقله ثانيه كره تقطع، نقله ثانيه تقطع. هو ده اللي ميز النادي الاهلي، انك انت تبدا كره الاستحواذ، كره القصيره وتدور، اتقفلت هنا ارجع تاني على حسام عاشور، حسام عاشور يدور اللاعب ناحيه اليمين بتزهق اللي قدامك. لا، ومن هنا بتبان بقى المساحات اللي ممكن وليد سليمان يشتغل فيها ووليد ازارو والناس اللي جايه من تحت اسلام محارب، بتظهر الفرص. هم دول حاجتين ميزوا النادي الاهلي. ما تنساش شخصيات الفرق اللي قدامك اتغيرت كمان، اتغيرت طبعا، كل اللعب اتغيرت بشكل يعني كبير. المدربين الشباب يا اسامه والمدربين دلوقتي بيطلعوا وبيشوفوا وبيقولوا لعيبتهم، عشان انت كده لازم تبقى مور اجريسيف، انت تبقى لازم تطور، عارف ميدو عايز يقول ايه، لازم تبقى انت اقوى ومور اجريسيف، تطور تطور على طول. برافو عليك. الحكايه ما بقتش انديه صغيره يا ماهر، انا بلاعب انتاج الحربي وانا عامل حساب، بلاعب النهارده الفرقه دي بعملها حساب. عايز اكد بس على كلام اسامه وكلام شريف، انك انت طول عمرك متورث التكتيك. يعني احنا عندنا حاجات ثوابت في التكتيك متورثينها، منها ازاي بندافع في نص ملعبنا وبنضغط الضغط اللي بيتكلموا عليه شريف واسامه،
ويمكن ديت بتحسب حقيقي يعني مستر مانويل جوزيه. بس يا كابتن ماهر مع احترام طبعا كلامك مفيش ثوابت في الكوره. هو اللي اضاف الجزئيتين دول حته انك انت بتضغط على الخصم عشان تستحوذ في اي مكان، اذا كان في الثلث القداماني او في نص ملعبك او في الثلث الدفاعي بالنسبه لك. وكابتن شريف قال لك لازم تبقى مور اجريسيف يعني لازم، ولازم كمان يبقى عندك أكبر كمان تطور على طول، انت ابديت على طول، انت الحاجات دي كلها متواجده عند النادي الاهلي، احنا موجود عندنا. بيجي بقى شخصيه المدرب اللي جاي، واخد بالك، بيحط ايده على الجزئيه دي، بيشتغل من خلالها، وهو لو عنده اضافه جديده يقدر يضيفها لنا لازم يبقى عنده خير وبركه. خلاص مانويل جوزيه كان شاطر في الحته دي، يعني مانويل جوزيه قدر بوجود زي ما قلت لك التكتيك بتاع النادي الاهلي اللي متوارثينه ومسلمينه من جيل لجيل، وقدر من خلاله ان هو يضيف بقى الاضافه الكره الحديثه اللي كل الناس شغاله بيها دلوقتي. بص انت عندك حاجه كرة، عندك سيستم في طريقه لعبك اللي هو الاوفرلاب، احنا ما بنعملش غير ده دي جمله من ضمن الجمل. لا هي دي الجمله، بتكلم على انت بتتحرر اللي جاي من خلف اللي هي الاوفرلاب اللي هو الناس غير مراقب اللي بيجي من ورا، لكن بتروح مطلعه فبيعمل العرضيه مع دخول الناس في ال 18. اللي بيساعد الكلام ده دلوقتي امكانياتنا كده شريف، اللي بيساعد الكلام ده ثبات الفريق يا كابتن. والله امكانيات كتيره جدا، بس اللي يطلع الامكانيات يا ميدو انت بتيجي في الماتش ما بتشوطش شوطين يا حبيب قلبي، شوطين ما عندكش لغه التصويب دلوقتي. الثبات بيجيب الكلام ده بقى يا شريف ميدو، صح ولا لا يا اسام؟ يا كابتن المدرب بيطلع كل الكلام ده، المدرب بيمرنك ازاي تخلق مساحات عشان تفضي لحد يشوط. المدرب غلبان جدا اللي معانا دلوقتي، ليه مش عارف يعمل ايه ولا ايه؟ ولا عنده 700 فايل جوه الملعب؟ لا محمد عنده 700 لعيب راجع له يا ميدو. انا لو مكانه وانت مكانه يا ميدو، لا محمد هتلاقي نفسك في، انا ما بتكلمش على يوسف، لا محمد ملوش عليه دلوقتي ما شاء الله. حاطط محمد عاش التجربه دي وقدر من خلالها ان هو كمان يقدر يحقق بطولات للنادي الاهلي وبطولات افريقيه. يمكن اسامه، انا عايز اقول لك ان النهارده ثبات التشكيل بالنسبه لمحمد يوسف هيجيب لنا الكلام ده، يعني لعبتنا جايه للكلام ده، مش جديد عليها او مش بعيد عنها، احنا اتكلمنا بس على الظروف الاصابات اللي التشكيل ازاي واللعيبه لسه، لكن ثبات التشكيل حاليا بيجي صعب جدا، بيجي فين حاليا باللي موجود. انا فاهم اللي موجود، ما انت النهارده يعني قول لي من اول الموسم مفيش ثبات، ثلاث ماتشات اربع ماتشات بثبات التشكيل مفيش ثبات. انت النهارده تلاقي وليد سليمان خرج ودخل مكانه نصر ماهر، مفيش بالظبط، تلاقي حسام عاشور اتعور دخل هشام محمد، مش هيجي لك اتعور دخل هاني. بص يا اسامه مش هيجي لك الشكل اللي انت بتتكلم عليه ده الا من ثبات الثبات. ما هو الثبات يا كابتن غصب عنك، مفيش ثبات. اللعيبه في المستشفى ده العجل طلع عنده، عايز اقول حاجه ميدو، طلع عنده ان البديل خد بالك بيشتغل بدور اساسي، عشان كده انا قلت لك ما ترجعش حد اللي هو سليم 100% بالظبط. لازم البديل عندي لاعب واحد سليم، واحد اساس الفريق اشتغل بشغل الاساسي. احمد حمدي ده انا العب بيه ولا جرب في هاف لسه راجع لي اسما وخبره وكل حاجه، انما الثاني شباب وبتاع جنب وليد سليمان، جنب وليد سليمان اقدر اطلعه، جنب حمود يعمل له التشيب ويدخله جوه البتاع. عندنا حاجات بس انا بعذر حقيقي. شفت انت بتقول ايه؟ عندنا حاجات احنا لا انا عندنا حاجات انا بعذر فيها الجهاز الفني بتاعي حاليا. الحكايه هو مش عندوش الفكر ولا عنده القماشه العريضه دلوقتي ان يبقى عنده في كل مكان زي ما كان عنده، ما عندوش الوقت بس ده كان عنده حسام و ما عندوش الوقت قصدك اللي عنده الوقت ولا لا ما عندوش سلامه اللعيبه كمان الوقت وسلامه القماشه عنده دلوقتي كبيره بس متعوره كلها مش عارف حتى عيني هو يعمل ابره وفتله. عشان كده في غيابات يا مان، ما في غيابات في الاداء. انا النهارده بالعرضيات بالكلام ده اللعيب مش جاي من ورا على ال 18 عنده اللغه اللي عملها في التمرين اللي هو الشوتينج. الشوتينج ده اهم حاجه في الدنيا، العرضيات والشوت على الجول بس. ده هيجي كل حاجه تبقى محسوبه دلوقتي يا اسامه في التدريب. اكيد طبعا انت عارف كل حاجه في التدريب محسوبه. ده في مدربين بيقعد يعمل لك 50 نقله ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عشان يعمل لك مساحه بس للشوت مثلا، او مساحه للاوفرلاب او الوان 3. كل الحاجات دي بتبقى تكتيك يا كابتن ماهر ومحفوظه والمدرب بيحفظها. عشان كده بقول لك الامكانيات دايما كتيره، لكن اللي بيطلع الامكانيات دي مش كتير. عشان كده المدرب اللي بيطلع الامكانيات دي بيبقى فلوسه كتير قوي. وخد بالك خد بالك يا ميدو، خد بالك زي ما انت قلت في كلامك ان المنافس بقى دارسك كويس، لا اتغير بقى شايفك والدوافع عنده طمعان فيك، بقيت طمعان فيك واخد بالك. وبعدين بيقفل عندك نص ملعب، بيرجع نص ملعب وهو بيدافع، فاخطر جزء تقدر تخترق من خلاله في اكتر من 20 لعيب موجود. انا ما شفتش فرقه المقاولين الماتش اللي فاتت غير في كورتين او ثلاثه بصراحه، عشان ما يعني ما اغبش حق لعيبتنا بيدافعوا. لعيبتنا الماتش اللي فات حاولوا، ولكن في توفيق وعدم توفيق وربنا مش رايد لسه. انا مش عايز اتكلم كلام الناس اللي هي بتاخد نتيجه الماتش. يعني انت لو كنت لعبت وحش يا ماهر وكسبت الثلاث مباريات كان قال لك الاهلي رجع. لا
يا جماعه هنرجع لا طبعا هنرجع باذن الله انما الشكل اللي انا شايفه ده ادي 2-4 ادي 3 اهو بص الكره دي وتخش جون ومع هذا كمان هو ده اللي جبني جوان يعني احنا كمان يا شيف عندنا بص العرضيه العرضيات اللي بكلمك عليها والدخول جوه ال 18 والحظ العاسر ان واحد بيجي له يعني مزق في اول 9 دقائق يعني عايز اقول لك مع الكثافه العدديه ده راجع برده وماهر لسه مش سليم ايوه فهمتني يعني انت بص 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 تحركات النادي الاهلي تفتكر بيخترق وهو من الاطراف بص الدنيا هي دي الكوره بص هي دي الكوره اللي تكسب بيها اي ادي مروان اهو وبعدين ادي وليد في الصوره وبعدين في مسانده من نص الملعب واضحه قوي من عاشور مين قال الاهلي وحش بص ادي الشوط اللي بقول عليه مين قال ان الاهلي وحش كان ماتش مولين يعني ادي اختراقات اهي طب تعالى اسمحوا لي اقول لكم التشكيل بسرعه كده التشكيل طلع دلوقتي سمير شريف اكرامي في حراسه المرمى وعلى اليمين كريم ندفد كلام ماشي كلام جميل سعد سمير وعلاء احمد علاء وايمن اشرف ظهير ايسر وحسام عاشور وهشام محمد قدامهم ناصر ماهر والشيخ وليد سليمان دي اللي كنا بنتكلم فيها في الاستوديو اللي فات مشكله الشيخ وليد سليمان وازاره مهاجم صريح هقول لكم تاني اكرامي شريف اكرامي كريم ندفد وسعد سمير واحمد علاء ايمن اشرف حسام عاشور هشام محمد ناصر ماهر واحمد الشيخ وليد سليمان ووليد ازارو هقول لكم حالا البدلاء اول ما يجيبوها لنا على طول يا رشاد وتشكيله بتروجيت كمان هقولها لكم حالا اسامه ده التشكيله طلع شريف طبعا المباراه الثانيه واتمنى له التوفيق النهارده ان شاء الله يعني الشناوي طبعا متعور لكن يعني شريف طبعا حقه برضه يعني راجل ياخد فرصه ان شاء الله ويعني يثبت او مش يثبت هو كان فتره كمتالق ترجع له حصلت ظروف النهارده يعني بتجي له ثاني للمباراه الثانيه على التوالي اتمنى ان شاء الله التوفيق والشريف يعني من الحراس اللي عنده خبرات ولعب في منتخب مصر تمام كريم ندفد دايما بقول عليه اللعيب المظلوم ان هو امكانياته كبيره لكن دايما بيتم الدفع بيه تلاقيه نص ملعب باك رايت تحت المهاجم بيلعب في كذا مكان نفسي يكون موجود وسط الفرقه وهي تقيله بس كان ما شاء الله ايه الماتش اللي فات لا كويس. هي روحه ما شاء الله روحه قويه جدا جوه الملعب نفسي يلعب والفرقه مكتمله تبدا تظهر امكانيات كريم ندفد وتبقى دي انطلاقته ونتمنى له طبعا النهارده ان شاء الله توفيق النهارده سعد سمير واحمد علاء طبعا كلوبالي مش موجود كلوبالي اخطا المباراه اللي فاتت يعني لو احنا بنتكلم بلغه الكوره خطا ساذج ان هو يكون راجل بره وسايب احمد علي هو اللي جوه الراجل يستلم الكره ويلف ويشطها بشماله لا فكان خطا يعني بدلة صعب جدا في الوقت ده النهارده دخول احمد علاء لعيب صغير نتمنى له ان شاء الله التوفيق احمد علاء امكانياته كويسه لكن شويه يعني بيبقى تحس ان هو مستعجل في كل حاجه مستعجل عايز تحس انه في صربعه شويه لازم يكون عنده الهدوء لازم النهارده احساسه بالمكان اكتر لازم وقفته تبقى صح لازم يبقى في ربط بالراحه عشان اكتب ورا انا بكتب وراكم لازم يبقى في ربط مع سعد سمير لازم تبقى خطوطه متقاربه ما ينفعش النهارده سعد سمير يبقى واقف او احمد علاء فاتح لا لازم الاثنين دايما يبقى المسافه بينهم قريبه عشان حتى لو عدت احمد علاء سعد سمير يقدر يغطي الراجل ده اول ما جه يلعب في الدرجه الاولى مال همام كل حاجه بيعملها ايه بيقطع ويسلم ويسلم ده احسن حاجه احمد علاء ده بقى مطلوب منه انت انا بشتغل وظائف مركزي يعني ان انا اقطع الكوره الراجل مهاجم عينه عليا دايما ما يلفش لف دايما واقف صح اغطي العب سهل لما الكوره تبدا تشتغل معايا ابدا يعني ايه اشتغل الشغل الثاني ايمن اشرف محتاجين النهارده من ايمن اشرف وكريم ندفد من اهم مفاتيح اللي بتميز النادي الاهلي انك انت دايما الاطراف تشتغل عندك دايما بقى عندك كثافه في العمق ما بتقدرش تخترق منها لكن بيفتح لك الحلول دي كان علي معلول كان احمد فتحي من الناحيه الثانيه النهارده موجود ايمن اشرف وكريم ندفد مهمين جدا ايمن اشرف بس بعيب عليه بمساندش الشيخ ووليد سليمان طبعا ايمن اشرف دايما بعيب عليه ان هو دايما بيستلم من تحت دايما لما احنا بنحضر تلاقيه واقف تحت على نفس مستوى حسام عاشور وهشام محمد لا لازم يزق شويه لقدام لازم يروح هو للباك رايت وبيعرف يزق وبيعرف يروح لازم يروح دايما ما يبقاش استلامه من تحت دايما يشتغل في ال 20 متر اللي قدام لو اشتغل في الحته دي دايما هتلاقيه حاطط محمد رضا الباك رايت بتاع بتروجيت دايما في نص ملعبه طبعا النهارده حسام عاشور وهشام محمد
في وسط الملعب زي ما الكابتن شريف قال. عمرو السولية راجع لسه من اصابه ممكن ما يكون نسبه شفائه ما اكتملتش 100%. طلعت شكلي شفته صح يعني. قدر الله ممكن برضو يعني ينزل يتعور تاني الفتره طول، فممكن يكون الكابتن محمد يوسف طبعا عارف حالته. وهشام محمد كان ماشي كويس. لا انا قصدي بالنسبه للسولية، لكن هشام محمد وحسام عاشور، هشام محمد لعب خلاص، مش هنقول هشام محمد راجع من على الدكه والكلام ده، لا ده الماتشات اللي فاتت وفي افريقيا وفي البطوله العربيه شارك ورجليه جوه الملعب. النهارده عندنا الرباعي بقى الهجومي الثلاثه اللي تحت المهاجم، عندنا وليد سليمان اللي هو دايما محور يعني في الحاله الهجوميه، كان بيلعب في الحته اللي مكان ناصر ماهر، لا النهارده بيتطرف ناحيه بره. وجود وليد سليمان وناصر ماهر واحمد شيخ برضو ادى اداء رائع، اداء كانت يعني هنقول بدايه بالظبط، مش ده مستوى احمد الشيخ اللي احنا بنامل فيه يكون موجود عليه، لكن بدايه ان شاء الله تبقى بدايه موفقه. ناصر ماهر النهارده عليه دور كبير، دور كبير النهارده عشان تظبط نص ملعبك، هو محور الارتكاز بتاعك، محور الارتكاز اللي بيربط ما بين حسام عاشور وهشام محمد، هو اللي بيربط ما بين وليد سليمان الناحيه الثانيه وحسام عاشور، ونفس الكلام من عند احمد الشيخ وهشام محمد. لازم يكون قريب من كل لعبه، يعني اي حد في نص الملعب مزنوق ما عندوش حل لازم يلاقي ناصر ماهر، لازم ناصر ماهر يبقى عنده الرؤيه بقى النهارده انه يقدر يشغل وليد ازارو، وهو لما بيبص على وليد ازارو، وليد ازارو عنده السرعات ما شاء الله اللي بيقدر يشتغل فيها، وناصر ماهر بيقدر يحط الكره في المساحه لوليد ازارو. لازم النهارده هتلاقي في تكتلات ممكن شويه وتقارب خطوط في بتروجيت، لازم الشغل لو انا بشتغل من القلب ولقيت في كثافه دفاعيه لازم اشتغل من بره، لازم وليد سليمان النهارده ولازم احمد الشيخ افتح الملعب، وما ينفعش النهارده احمد الشيخ، دي الحته اللي بنتكلم فيها ومهمه جدا، ان انا افضل فاتح الخط على طول الوقت، لا النهارده لازم يبقى ليا دور في نص الملعب مع ناصر ماهر وهشام محمد، ودوري جوه الملعب هيدي مساحه لكريم نيدفيلد نشتغل بره. ده اللي بتكلم فيه، دي تعليمات النهارده لو انا وقفت فضلت واقف على الخط وقافل المساحه بتاعت كريم نيدفيلد انه يخرج، انا قفلت محور محاور اللعب بتاعته. وكريم نيدفيلد بيعملها كويس قوي. لا لازم النهارده في وقت من الاوقات اول ما هشام محمد بيستلم لازم انا اضم لجوه عشان ادي المساحه دي لكريم نيدفيلد انه يشتغل فيها من بره، ونفس الكلام من الناحيه الثانيه وليد سليمان بيعملها كويس، عنده الخبره انه هو بيدخل ويشتغل لجوه. النهارده لازم يبقى عندي التكمله الهجوميه، دي الفتره اللي فاتت برضو قليله شويه، النهارده لما بنشوف كره عرضيه من ايمن اشرف او من كمال الدين الناحيه الثانيه بلاقي دايما وليد ازارو او مروان محسن او صلاح محسن، لا لازم النهارده اشوف بقى ناصر ماهر، لازم ادوس في ال 18 ماهر وليد سليمان احمد لازم اشوف احمد الشيخ من الناحيه الثانيه، الراجل ما ينفعش وانا فاتح الخط لازم اقفل على 18 او ادخل في كور ان انا ادخل اكون راس حربه ثاني وليد ازارو، ونفس الكلام وليد سليمان النهارده يعني عايز البدايه النهارده ان شاء الله تكون بدايه قويه، لازم ادي كده يعني جرس انذار لفريق بتروجيت من الاول في الكور المشتركه في الضغط ان انا ان شاء الله عايز اخد الثلاثه بونت النهارده. تمام، اقول لكم بسرعه بدلاء فريق نادي الاهلي: علي لطفي وباسم علي واسلام حارب وعمرو السولية وصبري رحيل واحمد حمدي ومروان محسن، دول السبع بدلاء للنادي الاهلي. تعالوا نطلع تقرير بسرعه نشوف تاريخ مواجهات الاهلي وبتروجيت ونرجع نكمل هذا الحديث. اهلا بحضراتكم من جديد، كنا قبل الفاصل بنناقش تشكيل فريق النادي الاهلي مع كابتن اسامه حسني. كابتن شريف برضو لو ليك تعليقات على هذا التشكيل، ازاي الاهلي ممكن يفتح جبهات زي ما بيقول اسامه، لازم احمد الشيخ يفضي جبهه لكريم نيدفيد، هل هيكون هناك تعليمات من محمد يوسف ان الشيخ يبقى داخل لجوه كسترايكر تاني او وليد سليمان العكس، هل الاثنين الشول مأثرين على اماكن بعض، يعني وليد سليمان بيجي ناحيه الشمال او ناحيه اليمين والشيخ بيجي ناحيه اليمين، هل بيقلوا شويه لما بيروح ناحيه الشمال اي واحد منهم؟ حتتك بقى، حتتك بقى متعنا، حتتي انا كنت عايزك انت تتكلم. انا عايز اقول لك على حاجه. قول لي على حاجه. تعال نرجع بينا المولين العرب كانوا بيلعبوا ازاي؟ لقيت اللغه ابتدت تتلعب ازاي؟ احمد الشيخ لسه جاي، احمد الشيخ لسه مش متعندم، مش متوفق، مش عارف الملعب وقفته دلوقتي النهارده، الفتك الفتنس بتاعي شايلني ولا مش شايلني؟ كان في لغه ملعوبه في الماتش اللي فات بين محمد هشام وكريم نيدفيلد. هشام محمد. هشام محمد. فكان في لغه، كان بيشوفه، كان بيعمل له الان بتوين لدرجه انه كان ممكن يحطها في الجول لوحده ويلعبها بالعرضيه، كنا ناقصنا بس الفراوده تبقى موجوده او السبورت يخش في منطقه الجزاء. فاحمد الشيخ النهارده لازم يبقى عنده بلان كمان مع نفسه. عنده الدخول وعنده الخروج وعنده الشوتنج وعنده المساحه اللي بيفتحها لكريم نيدفيلد اللي هي اوريدي هقول لك على حاجه بتتعمل لما بيبقى عندك سرعات.
اول ما بيجي لك سرعات في النادي في الاهلي وبتلاقيه في انطلاقات وفي مساحات. شايف اللقطه دي اللي بتتكلم فيها انت دايما يا فندم؟ دي اللقطه اللي بتتكلم فيها دايما. هات ارجع بقى تاني لو سمحت يا سمير. دي اللقطه اللي بتتكلم فيها لازم بقى في كثافه عدديه في ال 18. يعني شوف لما كريم نيدفيد جه يعمل الكروس ما كانش في مروان عمل تراي على الكوره. مروان عمل تراي على الكوره وما كانش في حد غير وليد سليمان جاي متاخر. ما هي دي اللي شاطها وجت في رجل الباك على ما اعتقد. لا لا مش دي الكوره كمان اللي صلاح. يا سمرا لو سمحت الكوره اللي اتعملت من ناحيه الشمال اللي صلاح محسن. صلاح تعرف يا صلاح محسن هات لنا اللقطه دي يلا. المهم اتفضل. فاللي انت طبعا بتتكلم فيه ان زياده العاديه تبقى موجوده من العرضيات اللي انت سالتني فيها. عايز ان احنا نسمح لنيدفيد سرعه نيدفيد والتايمنج بتاع نيدفيد هو اللي بيجبر احمد الشيخ ووليد سليمان مثلا في نفس الحته او اي حد اللي هو بيديله المساحه وبيطلعه. انما الباك ليفت لو مش هيقدر يكمل يقف. دي كره كابتن شريف اهي. بص هتعالى ايوه بص دي جون عدت صلاح محسن. دي جون. مين اللي قافل ورا صلاح محسن؟ بعيد شويه. الراجل بعيد شويه يعني عشان لازم اقفل وراه. لا هو 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 لسه الفيتيكال فيتنس بتاعه هنا لياقته مش سامحاله حتى. يعني هو متواجد يروح في مكان كويس لكن النهارده المتر اللي بيني وبين الكوره ده لازم انا اللي اروح للكوره ما استناش. بالظبط. مع النهارده عشان اسرق او اخطف انا من المساك كابتن شريف لازم انا اروح للكوره. بس عارف يا اسامه انا عايز اقول لك حاجه. احنا عندنا مشكله في الكوره المصريه المتابعه واخد بالك انت والكثافه العدديه اللي موجوده داخل ال 18 ده برضك بيرجع من ثبات التشكيل. لما يبقى في ثبات التشكيل يبقى انا حافظ ان كريم نيدفيد هيلعب الكوره دي واخد بالك الكروس ده زي دي اهي. بص عدت مين؟ مروان. مع الاسف ان خبره وليد سليمان لازم يبقى هو راس الحربه الثاني هنا. بص وليد متاخر ازاي؟ واحد من الديفندرات. خلينا مظبوط يا ميدو. تمام. خلينا يعني واحد متاخر بشكل كبير يعني انا الشكل اللي بيحصل يعني ده عاجبني على فكره. يعني احنا النهارده بص اللغه بتاعت ده العمق شايف وده واخد قرار الشوط ده المره دي ما جاتش. المره الجايه لازم هتخش. يعني ده في حاجه ثانيه انا هقولك على حاجه. احمد الشيخ احنا كلنا مقاومينه يوم ما هيديك الماكسيمم بتاعه هيديك 20 دقيقه تقدر تكسب فيهم تقدر يخلص لك الماتش. وانا شفت الكلام ده قبل كده من احمد الشيخ. قوته بتيجي 10 دقائق اول ما تبقاش انت متفوق من ناحيه اليمين باحمد الشيخ وكريم نيدفيد وفجاه لقيك بتعمل ايه؟ محول دايره اللعب ورايح على ناحيه الشمال ناسي القصه اللي انت فيها ال 10 دقائق اللي هم مدين لك التفوق على فرقه مولين العرب اللي انت مخلص على مولين العرب فيها لدرجه الباك ليفت ده كان لازم يتغير. انا لو مدرب واعي بره خلاص خلص احنا خلصنا على المنطقه دي. ابص عليك رحت مغير الطريقه ورايح لي تبتدي منورات من ناحيه الشمال مره بس ارجع تاني اخلص على المنطقه اللي انا ناجح فيها وخلصت فيها على الفرقه بتاعتي أكمل على كمل بقى من المنطقه دي. بص منطقه اليمين عامله ازاي من اول الماتش. بص ميدو من اول الماتش المنطقه اليمين هي اللي ناجح فيها. بص الناحيه الثانيه. بص الناحيه الثانيه اللي بيقولوا عليها ايه المكان الاعمى واخد بالك من الكوره وانت متفوق لازم يا ميدو وانت بتتحرك من ناحيه اليمين يا اسامه لازم يبقى الزياده العدديه بتاعتك بتتحضر والعكسيه بالذات مش راس حربه واحد وتبقى مخطط زي ما انت بتطلب يا شريف العب راسين حربه العب راسين حربه تكسب 3 4 وكل الكرات العرضيه اللي جايه لك جوان. ما هي في الاخر الكوره بتتجمع ناحيه اليمين وناحيه الشمال عشان تروح في ال 18. ما هي دي الحته اللي فيها الخطوره اللي هيجي من خلالها الهدف. بالزبط. لازم يبقى عندي فيها عدت وليد ازارو تلاقي مروان محسن عدت مروان محسن تلاقي الشيخ عدت الشيخ تلاقي مؤمن بص الكره دي اللي انا بقولك عليها يعني اللي جت في رجل الباك. بص 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 النهارده بص دي شايف الدنيا عامله ازاي. أيوة. بص ثلاث لعيبه لو في لعيب تاني قبل اسامه يبقى يعني رجله جوه واحد في ظهره واحد واضح الانتشار بتاعنا كمان وخلي بالك 18 مره واحد فرصه تيجي جوه اسامه فرصه تيجي دي مش لازم توصل لوليد هنا كانت لازم تتقطع قبل وليد جون واحد يكون هنا موجود في المنطقه دي يعني محضن بشكل جيد. ده جزء ودي شوطه بقى جزء من الجمل التكتيكيه كويس. اللي بيشتغل عليها محمد يوسف شريف النهارده اللعيبه زي ما سمير جاب لنا اللعيبه بتنفذ وادي ادي تصويبه من تمرين الاهلي كله اللي انتم شايفينه يعني في المناورات دي ادي الطرف الشمال ادي وليد سليمان يعني يمكن كروسه ضرب في العارضه مروان بس اللي رايح الناحيه الثانيه احمد الشيخ بعيد. بص ادي مروان بس اللي متابع يعني عايز اقول لك بس استاذنك كابتن ماهر اخد كريم احمد على التليفون يقول لنا تشكيله بتروجيت. كريم احمد اتفضل يا كريم. كابتن ميدو برحب بيك. اهلا بيك بكل نجوم الاستوديو التحليلي. ان شاء الله تكون مباراه موفقه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. سريعا زي ما انت قلت طبعا تشكيل النادي الاهلي لكن اقول لك تشكيل النهارده نادي بتروجيت واحده واحده كده عشان نكتبه وراك. بحراسه المرمى علي فرج. تمام. خط الظهر من اليمين محمد رضا. تمام. ابراهيم القاضي. تمام. احمد عبد الرسول. تمام. احمد السباعي. باك ليفت السباعي. تمام. في المنتصف احمد العجوز. ايوه. واحمد عبد العال. اتفضل.
اتفضل يا كريم. محمد عبد الرحمن امامهم احمد جمال، على اليمين محمد فييرا، على الشمال محمود صلاح، وفي الهجوم احمد مصطفى لالا. الاحتياطي الخاص بفريق نادي بتروجيت محمد صبحي، حسام حسن، احمد صبحي، محمود عماد. احمد صبحي، احمد صبحي، محمود عماد، ايوه، احمد زولا، احمد رؤوف، ومحمد سالم. محمد سالم، احمد رؤوف، محمد سالم رقم 24. تمام. ده يمكن التشكيله الخاصه بفريق نادي بتروجيت النهارده. يمكن زي ما انت قلت طبعا تشكيل النادي الاهلي النهارده بنشوف احمد علاء بياخد فرصه من جديد. بنتمنى النهارده كابتن ميدو كل اللعيبه النهارده ان شاء الله باذن الله النهارده يكون المباراه نصيب النادي الاهلي. ثلاث نقاط يمكن هيفرقوا بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اكيد يا كريم. يمكن جمهور النادي الاهلي باكد ان هو متواجد. كابتن ميدو الاخبار كانت بتقول ان مش هيبقى فيه جمهور، ونادي بتروجيت يمكن كان بيقول النهارده المباراه بدون جمهور، لكن متواجد جمهور النادي الاهلي في مؤازره بمجرد وصول النادي الاهلي ودخوله لارضيه الملعب. بدا الاهداف فريق النادي الاهلي المطالبه بالفوز، وده اللي بنتمناه ان شاء الله تكون مباراه جيده تليق باسم النادي الاهلي والنقاط المباراه تكون مناسبنا يا كابتن. اوصف لي الاجواء، الارض النجيله عامله ايه، الدنيا كده، قول لي الاجواء المحيطه بهذه المباراه يا كريم. لو بنتكلم على ارضيه الملعب، لا نقدر نقول ارضيه الملعب مستويه، شايفين يمكن اللعيبه بتتمرن ببعض الكوره كده، مفيش مطبات، مفيش الامور الخاصه طبعا بالملاعب اللي بتعق فريق النادي الاهلي او بتعق الفرق اللي بتحاول ان هي تطبق بعض الجمل التكتيكيه. اجواء العامه هنا الجو يمكن مقبول شويه، ما نقدرش نقول في درجه حراره كبيره او في برد كبير في السويس. اجواء كلها ان شاء الله يا كابتن ميدو تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. حضور زي ما بنقول 500 او 600 مشجع كمان متواجد من النادي الاهلي. وزاره الرياضه طبعا كالعاده 1500 تذكره بتكون متواجده ليها، و3000 للفريق صاحب الارض هو نادي بتروجيت. لكن من الواضح ان يمكن في 15 او 20 فرد للنادي بتروجيت، الاغلبيه هي لجمهور النادي الاهلي. بنتمنى النهارده يكون السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله. كريم شكرا جدا، واي جديد احنا هنكون معاك اول باول ان شاء الله، نكلمك بعد المباراه. يعني كابتن ماهر علي فارق في تشكيل بتروجيت، محمد رضا وابراهيم القاضي واحمد عبد الرسول واحمد السباعي واحمد العجوز واحمد عبد العال، دول اثنين ديفندرات، قدامهم احمد جمال وعلى يمينهم فييرا، وعلى شمالهم محمود صلاح، وقدامهم احمد مصطفى لالا ده الفرود الرئيس. طبعا بيغيب عنهم شميلتس بيكلي، ولاعيب مهم جدا ولاعيب هداف ولاعيب حريف وبيعمل ثرو باص، اكيد هيفتقدوا قوه كبيره جدا من عدم وجود شميلتس بيكلي. الاحتياطي او البدلاء محمد صبحي وحسام حسن واحمد صبحي ومحمود عماد وزولا ورؤوف ومحمد سالم. دي تشكيله بتروجيت يا كابتن ماهر. واضح طبعا زي ما قلت لك ان مؤمن يهمه اميدو ان ثبات التشكيل بالنسبه له يفرق معاه في اداء خطته. تمام. والتكتيكات المكلفه في هذه المباراه. النهارده هو بيلعب النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي يهمه جدا الانتفاضه بشكل كبير، عارف ان دوافع النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي عندهم اصرار وعزيمه على الفوز النهارده. هو هيقسم المباراه بشكل احترافي بالنسبه له، يهمه جدا في الربع ساعه الاولى يبقى عنده توازن بشكل جيد في الدفاع. عنده رباعي خط الظهر، محمد رضا في اليمين وابراهيم القاضي واحمد عبد الرسول والسباعي. وانا شايف الزياده العدديه مش هتبقى احمد عبد العال والعجوز بس الاثنين الديفندرات اللي موجودين في نص الملعب، لا يمكن احمد مصطفى لالا كمان هينزل، محمد فييرا كمان هينزل، يمكن بس هيبقى محمود صلاح هو يمكن راس حربه الوحيد اللي من خلال الحته اللي قدام اللي هو بيتابع بشكل جيد. لكن معظم لعيبه بتروجيت هتبقى في نص ملعبها، هيحصل نوع من الرقابه. هم عارفين طبعا النادي الاهلي بيشتغل عن طريق المجاميع اللي احنا اتكلمنا عليها، يمكن من ناحيه اليمين يمكن عندنا كريم نيتفيد وعندنا يمكن احمد الشيخ. يهمه برضك النهارده ان السباعي واحمد جمال واحمد مصطفى ان هم يقفلوا الجبهه دي بشكل جيد. عندهم الناحيه الثانيه محمد رضا ومحمد فييرا، ويمكن العجوز كمسانده دفاعيه يهمه كمان انه يقفل المكان ده على ايمن اشرف وعلى وليد سليمان. العمق طبعا والرقابه النهارده في ازارو موجود عنده سرعات، يهم ان احمد عبد الرسول وابراهيم القاضي ان يبقى في واحد بيراقب ازارو والتاني عامل عمق دفاعي. لجنه السرعات والخلق المساحات اللي ازارو بيخترق فيها وبيقدر يتفوق بشكل جيد وبيسبب خطوره يمكن على كل المدافعين اللي هو اشتغل عليهم ازارو من خلال المباريات اللي احنا شفناها. يمكن عنده احمد عبد العال والعجوز في نص الملعب ممكن يعوضوا شغل بيكلي في حته ان بعد ما يستحوذوا او بعد ما يضغطوا ويقطعوا يبقى الباص اللي بيديهم ثقه ويقدروا من خلالها يقدروا يعملوا كونتر اتاك على النادي الاهلي. وهم شايفين من خلال المباريات ان النادي الاهلي بيغامر وعنده مشكله في خط ظهره، ازاي يقدروا يستغلوها
في الكونتر اتاك. الكرات الثابته كمان ميدو ده السلاح يمكن الثاني اللي يقدر يلجا بيه بتروجيت من خلال هذه المباراه، اذا كان عنده كورنر يقدر يعمله بشكل تكتيكي، او اذا كان عنده فاول مباشر او غير مباشر يقدر يعمل جمله من خلال الكرات الثابته. زي ما قلت لك الكونتر اتاك النهارده ممكن يتعمل على مراحل على اساس ان يقدر يبقى فيه سرعات خلف ظهر دفاع النادي الاهلي، لكن انا النهارده بقول لك النهارده ثلاث خطوط النادي الاهلي من خلال الخط الامامي ووسط الملعب والمدافعين النهارده هيبقى فيه التزام بشكل جيد، هيبقى فيه يقظه، هيبقى فيه التزام دفاعي من لعيبه النادي الاهلي ما يجيش فيه الاول، وان شاء الله نقدر نجيب من خلال 90 دقيقه ان شاء الله. يعني كابتن اسامه تشكيله بتروجيت في المتاح طبعا غياب شمال سبيك اللي هيفرق معاهم كتير جدا، العقل المفكر لبتروجيت اللعيب الهداف بتاعهم، اللعيب اللي بيعرف ينقل الكوره بسرعه من الجزء الدفاعي للجزء الهجومي، لعيب كمان بيقف على كورته، لعيب بيعمل دريبلينج كويس بالكوره، هيأثر كتير جدا في شكل بتروجيت، ولا انت شايف ممكن يعني ممكن ده طبعا يأثر. بيكلي لعيب مؤثر وتأثيره ظاهر كمان في المباريات اللي فاتت، يعتبر هو من هدافين الدوري من هدافين بتروجيت بالظبط. اخر مباراه امام سموحه كانت البصمه كانت ظاهره من خلاله، بس حلو قوي بس الراجل راح انفراد وحطها كمان بمعلمه زي ما بيقولوا الكوره من ظهر الراجل. لا وكل مباريات بتروجيت بيكلي ليه تاثير بالزبط فيها بالظبط. النهارده الكابتن مؤمن سليمان هي نفس التشكيله اللي فاتت، متغير ممكن فيها اثنين، حراسه المرمى محمد ابو النجا النهارده ممكن يكون للايقاف، تم استبعاده، كان عنده ثلاث انذارات، دخل مكانه علي فرج، بالرغم ان علي فرج مش هو الحارس الاساسي، كان هو الحارس الاساسي في بدايه الموسم، لكن صبحي هو اللي بيلعب المباراه اللي فاتت، لعب محمد صبحي حارس مرمى صغير 19 سنه من الحراس الواعدين، لكن النهارده الكابتن مؤمن قال اعتمد على الخبره، الخبره تمثل في علي فرج، فهو يعني فضل الخبره النهارده. الخط الخلفي في استقرار بالنسبه لبتروجيت، متمثل في احمد السباعي باك ليفت، عبد الرسول وابراهيم القاضي ومحمد رضا، ده في بالنسبه للمباراه اللي فاتت، وبالنسبه لمباراه بتروجيت عموما. احمد العجوز هو دايما محور الارتكاز اللي بيلم دايما في نص الملعب ورا كل اللعيبه. العجوز بيتميز بالنواحي الدفاعيه، الروح العاليه، الجري، القطع، كل الكلام ده. دخل النهارده احمد عبد العال مكان بيكلي. النهارده على ما اعتقد ان كابتن مؤمن يعني في بدايه المباراه عايز يقفل ويودي المباراه ممكن ناحيه التعادل، قدر يخطف في اول مباراه ده ممكن يشتغل عليه، ممكن يكون مجهز سيناريو ثاني يقول لك اطلع بالشوط الاولاني تعادل، الشوط الثاني ممكن اخر ثلث ساعه عندي النادي الاهلي يبدا في اندفاع هجومي، ممكن استعين بمحمد سالم اللي عنده الانطلاقات وعنده السرعه، يعني زي ما فكر عماد النحاس لكن النهارده هدف مبكر من النادي الاهلي ان شاء الله في بدايه المباراه ده يغير كل السيناريوهات اللي في دماغ الكابتن مؤمن سليمان. هي دي التشكيله يعني واضح منها، يعني النهارده هيعمل كثافه عدديه في وسط الملعب من خلال احمد العجوز، احمد عبد العال هينزل معاهم، هيضم احمد جمال، النهارده هنشوف محمود صلاح ومحمد فييرا هينزلوا كمان هيقفلوا الاطراف على ايمن اشرف وعلى كريم ندفت، وهيتساب لواحد واحمد مصطفى لالا، لازم يكون في رقابه النهارده من سعد سمير واحمد علاء، ما يبقاش في سرحان، لازم النهارده سعد سمير يكلم احمد علاء كتير، احمد علاء مساك كويس لكن بيعيبه شويه انه ساعات في المباراه دايما بيتفرج على اللعب وبيسرح او بينسى الراجل المهاجم، لا دايما سعد يكلمه، لازم يكون في رقابه، والمساك الثاني عامل العمق الدفاع بتاعه، خصوصا انه من سليمان كمان مدرب تكتيكي قوي. طبعا انا النهارده بقول لك ممكن يكون مقسم المباراه للشوط الاولاني عايز يخرجها 0-0، والشوط الثاني ممكن يكون سيناريو ثاني عن طريق محمد سالم يتم الدفع بيه واستغلال السرعات بتاعته. كابتن شريف، وجود وليد ازارو وسرعاته واختراقاته ورخامته بلغه الكوره، هل النادي الاهلي كان مفتقد وليد ازارو المباريات اللي فاتت؟ هل هيفرق مع احمد الشيخ لعيب بيعرف يشوف الفلود بيحط له الكوره بسرعه؟ نفس الكلام وليد سليمان، نفس الكلام ناصر ماهر برضه لعيب عايز لعيب ينطلق بسرعه، هل هيبقى مفيد وجود وليد ازارو في ظل هذه التشكيله الهجوميه؟ دائما وابدا وليد ازارو هو المهاجم الهجومي بتاع منتخب المغرب والنادي الاهلي، تمام، واتاخد المغرب المنتخب من عندنا من هنا، تمام، من الاحصائيات ومن القياسات اللي هو عملها ومن الشكل اللي هو عمله عندنا في الدوري السنه اللي فاتت، تمام، فهو مهاجم قوي جدا، مهاجم محتاج تدعيم، التدعيم اللي انت بتقول عليه احمد الشيخ ناصر وليد سليمان
ناصر ماهر لازم يبقى في لغه النهارده مع الراجل ده ازاي بتوفر له انه يفكر انه يجيب جول، انه يفكر في حته ان انت ازاي تبعته يروح يجيب جول، تصطاد الاثنين اللي هم بيقفوا في فرقه بتروجيت ورا وتعمل له الان بتوين صح في التايم الصح، ازاي يروح يجيب جول بامكانياته كلها ويرجع له الثقه تاني ان هو بيهز الشباك تاني، وكل ما حاول وكل ما راح على الجول اكتر من مره اكيد هيجيبها مره او اثنين او ثلاثه. فطبعا ده اساس العمق الهجومي بتاع فرقه النادي اللي بنعتمد عليه من داخل تاني سنه دلوقتي او ثالث سنه. هو الراجل ده هو الاساس بتاعنا في الهجوم. مع تحفظي ان انت لازم اسلوب لعبك النهارده ينسي فرقه بتروجيت وجود وليد ازار، ان كل الدنيا بتبقى رايحه على العرضيات اللي جايه والراجل ده جاي فري لوحده زي ما حصل في مع نيدفيد، فبيسهل على وليد ازارو ان ياخد الخطوه اللي بيسبق فيها اللي بيسبق فيها الدفاع وتبقى عنده بقى لغه الخطف من لمسه واحده، ان هو يوقفها وعايز يعدلها وبعدين يبعتها، ما حدش هيسيبك دلوقتي عشان تبتدي تفكر في ضربه جزاء تاني، ما عشان انت عندك فيري باد هيستوري يعني بيسموا ايه، عندك حاجه بالايام اللي فاتت دي كلها بيقولوا ان هو بيعمل استيميليشن او شيء، ممكن تمشي على الحكم المصري يكون حاطه في دماغه برضه وياخد ويكون حقه ان هو ياخد ضربه جزاء الحقيقه. فالحقيقه ان هو النهارده لازم يكون صانع البهجه وصانع الفوز وصانع التهديد المستمر والمزمن لفرقه بتروجيت. انا كل اللي انا عايز اقوله في الفرقه الثانيه اللي هي فييرا و خليني بس اسالك الاول السؤال وقول اللي انت عايزه بعد كده في نفس الحته اسلوب احمد علاء مع سعد سمير، وشفنا الخطا مباراه المقاولين كان خطا يعني ما ينفعش يعدي على لعيبه النادي الاهلي، اكيد محمد يوسف اتكلم مع احمد علاء تحديدا لانه اسامه حسني بيقول لي ان احمد بيسرح شويه، فاكيد طبعا اتكلم معاهم في الحته الدفاعيه يعني بتفرج على الكوره لا عشان لسه بدايته مع النادي الاهلي. وانا عايز اتكلم كلام اكمل حته اسامه اللي قالها لسعد سمير انه يبقى المدرس بتاع احمد علاء انه يعني لازم يبقى مش محمله كمان ده يريحه يا هشام ده لازم يشيل عنه، لازم نشيل الولد النهارده صح. مش انا جايب الولد يشيلنا يعني لازم سعد سمير النهارده ابنه بيلعب جنبه كويس واخوه صغير شايله طول الماتش محسسه بالامان، فالولد يبقى عنده الحته اللي هو يديك اكتر ما عنده فكل ما هيشوف ان الكبير بتاعه واخوك النجم بتاعه شايل الفرقه ومركز فغصب عنه هيتعدي هيركز اكتر هيلعب مظبوط الحته اللي انت عايز نفسك فيها واسامه نفسه حاسس عليها في الحته. خلي سمير يجيب لنا اللقطه من بدايه محمد سمير هو بيلعب الكوره كده. طب خلي كابتن يخلص كلامه وكنت عايز تتكلم على انا بس عايز اقول لك ان احنا دايما كل ما بننزل اي مباراه بنبقى عايزين نعرف زي احمد علي ده كده ايه شكل القوه اللي بتبقى في المنافس، شكل القوه اللي في المنافس عندنا اللاعب اللي انا نفسي يبقى عندنا احنا في النادي الاهلي اسمه محمد فييرا ده من احسن اللعيبه الافارقه اللي انا اتفرجت عليهم الحقيقه، ولما بيبقى فايق بيبقى مشكله ناحيه اليمين جامده قوي لاي فرقه مع زميله بقى اللي هو مش موجود النهارده بيكلي فبيعملوا منورات وبيعملوا اهداف من نقاط قوه بتروجيت يعني هم دول اللي قعدوا مدربين يا يمشوا مدربين الاثنين دول وفي حد تاني مصطفى لا مع انه اشول انا مش عارف ليه هو مرمي لوحده كده ان هو بيلعب على الاطراف شديد. كان طارق طبعا بيعرف يعمل طريقه دايما سايبه على ناحيه اليمين وبيعمل منورات وبيخش جوه وبيبعتها بشماله، فهو ده اللاعب الاشول لما بيلعب قدامك زي محمد صلاح كده بتاعنا في ليفربول يعني ده بيبقى صعب قوي انك انت تمسكه. ليه؟ لان عدلته على ناحيه الشمال ويبعتها بشماله لازم تبقى عنده رقابه صارمه جدا ما يستلمش سهل، لو استلم سهل هيزهقك، واحمد علي جاب فينا جون في المقاولين العرب بشماله يعني معنى الراجل اشول هيقعد لنا في الحته دي النهارده، لازم احمد سعد سمير بقى هو اللي ياخد باله من الحته دي يعني من الاختراقات منترش مرتين. انا عايز بس اتكلم عن الهدف يعني لو سمير بس جبنا اللقطه، وطبعا معانا الكابتن مار امام يعني الراجل دي حتته يعني اللي وقفه لو سمعت سمير اتنين اللقطه احنا اتكلمنا على الوقفه كتير خلي بالك اتكلمنا على الوقفه يعني كتير جدا هي الوقفه لا اتكلمنا عليها كتير جدا بص لا 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 اللي قبل كده يا سمير ارجع بيها معلش من الاول شوف اصلا يعني كولوبالي اتكلمنا ان هو كان في مساحه هو اللي واقف بره وسايب احمد علي جوه كل الوقفات كل الاربعه واقفين غلط الاربعه واقفين غلط بص يا ميدو بص يا سبق الرباع اللي قدامه اربعه واقفين ماسكين بعض الرباع اللي قدامه حاجه غريبه ماسكين بعض دي نقطه بص يعني هو خلي بالك هو اللي بره واحمد علي جوه لا المفروض الاحمر كولوبالي هو اللي جوه والراجل بره حتى لو استلمها هو بره اسامه قبلها كده كان واقف وراه الوقفه اصلا لازم النهارده حتى التمركز بتاعه غلط حتى النهارده سعد سمير
لازم اكون مقرب المسافه. أيوة ما ينفعش بالمساك كل مساك بتتكلم في 40 50 متر، لا لازم تبقى المسافه قريبه. حتى في حاجه ثانيه برضه، ايمن اشرف لازم كان قافل لجوه، الباكين لازم يكونوا قافلين طايرين، لازم نص الملعب اكون راجع علشان الكره الثانيه. تمام. بص اسامه يعني عايز اقول لك ان هو حاول يعدل نفسه يا ميدو، وهو واقف الاول غلط كولوبالي خلاص، ده نمره واحد. مبادئ الدفاع بتقول لك ايه؟ ظهرك يبقى قاطع في الجول، ظهرك يعني لازم يبقى مش جنبك، مش جنبك. بص هو ظهره فين؟ ظهره قاطع عندنا. فدي مبادئ الدفاع الخاطئه. انت رقم واحد مبادئ الدفاع تركزه من الاول خالص، التمركز بتاعه ان هو يبقى لازم سمح لاحمد علي ان هو ياخد الخطوه بالظبط، ده رقم واحد بالزبط. رقم اتنين يحسه بايده يعني يحس بالفروي كده بايده، يبقى كده ماسكه. لو الايد دي بعدت عنه كده مش ماسكه. نمره ثلاثه وهي بتتلعب، احنا معروف ان الكره بتتلعب لكولوبالي، سعد سمير لازم يعمل كفرنج ورا الراجل. بص بقى يعني انا واسامه لو اتلعبت لاسامه، لو اسامه كون راحت عند اسامه انا لازم اعمل كفرنج وراه 2 3 متر. في الحاله دي كانت مستحيل خلاص. تمام. عارف ليه؟ والعكس صحيح. لان سعد سمير واقف غلط، سعد سمير لازم يقرب منه وحد يمسك الراجل اللي قدامه. احنا عشان وقتنا قرب يخلص، احنا عايزين نتمنى بقى ان الموقف ده ما يحصلش طبعا. بس احنا اتكلمنا في الموقف ده كتير جدا جدا المره اللي فاتت، كل ما الاخطاء الفرديه في الاربعه اصلا. هو بس مشكلتك النهارده في مصطفى لالا ده، مصطفى لالا ده عدلته الشمال او بيعمل كمان الاختراقات. الجول لاسامه اللي جابوه وعنده شكه سموحه كان اختراق شمال، سبيكر عمل ثرو باص للالا حطها حلو قوي. ده هو عنده شكه كمان، هو كان كابتن مؤمن جاي طبعا عايز يخرج بتروجيت من الحاله اللي هم فيها بقالهم فتره، المكسب هيخرجه. فهو الراجل فضل مأمن دفاعاته، جات واحده شميكس بيكلي عملها في ثانيه الراجل جاب، وفضل برده مقفل الخطوط. وده كان اول ماتش لطارق يحيى، كان اول ماتش، لا يحيى. كان اول ماتش لكابتن طارق يحيى في سموحه، واول مباراه لمؤمن سليمان كانت ثاني مباراه. ثانيه اول مباراه تعادل فيها وثاني مباراه كسب فيها في الجيش، تعادل كان كسبان. شفت الدوري ماشي عامل ازاي يا ميدو؟ ما حدش عارف حاجه، زي ما قال وليد صلاح الدين قال انا مش عارف الماتش اللي جاي اكسب. كابتن ماهر، بدايه المباراه مهمه جدا جدا جدا، تفتكر مين اللي هيبقى ليدنج على الثاني؟ هل محمد يوسف هيركب المباراه ان شاء الله، ولا بتروجيت ممكن ياخد تعليمات بالضغط على لعيب النادي الاهلي؟ مين هيبقى عنده ردة الفعل؟ لا انا عندي احساس كده ميدو، ان شاء الله ان النهارده بدايه محمد يوسف في ثقه للعيبه، واخد بالك، في ثقه للجهاز الفني، الثبات اللي موجود عليه التشكيل النهارده، يمكن باستثناء احمد علاء اللي دخل، واحمد علاء من الاولاد المبشرين احنا شفناه في كذا مباراه تجريبيه، يعني خامه قلب دفاع قوي طويل القوامه بينقض بشكل جيد. النهارده بيلعب قدام مع محمد سمير، مهم قوي محمد سمير، التجانس اللي بينهم من بعض، الكلام اللي بينهم من بعض مهم قوي. سعد هو ده اول مباراه لاحمد علاء؟ سعد سمير، سعد سمير مع دي اول مباراه لاحمد علاء؟ لا لعب قبل كده عبد المنعم، مش محمد علاء عبد المنعم لعب قبل كده، في حد عبد المنعم احمد علاء عبد المنعم. النقطه اللي مهمه جدا يا كابتن ميدو اللي كنا بنتكلم عليها بسرعه، بس عايزين أزاره لما بدا كان هو ثلاث لعيبه تحته، مؤمن وعبد الله السعيد ووليد سليمان، والثلاثه دول عارفين امكانيات أزاره يعني بالظبط. يعني ما ده اللي كنت بساله الكابتن. فالنهارده اتمنى ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك الثبات والتجانس اللي بين اللعيبه. النهارده احمد الشيخ يعرف امكانيات أزاره، عايز كوره على راسه، عايز كوره في مساحه، عايز كوره في رجليه، فدي مهمه جدا بالنسبه لاحمد الشيخ النهارده. اتمنى باذن الله. لكن وليد عارف، ناصر ماهر كمان دوره مهم جدا النهارده كصانع العاب. ناصر من اللعيبه ان شاء الله الواعده اللي جايه. ناصر النهارده ازاي يعرف تحركات أزاره الهجوميه؟ هو لعيب حريف بالظبط، في ثانيه بيعمل اقدر شادين يريحوني ويلعبوا باتنين في راوند ونخلص القصه. خدت بالك ازاي؟ فالنهارده ناصر ماهر نتمنى بقى ان شاء الله باذن الله من خلال الفرصه دي ان ناصر يعرف يلعب وليد أزاره، يعرف يلعب احمد الشيخ، يعرف يلعب وليد، هو كمان يقدر يروح واحد ضد واحد، عنده مهارات واحد ضد واحد بيقدر يخترق بشكل جيد، عنده مهارات التصويب. النهارده عايزين نشوف ناصر ماهر في الشوط الاولاني نقدر نحسبها كده على العداد 3 4 5 تصويبات متنوعه من ناحيه اليمين، من ناحيه الشمال، من جوه، من الداخل. الدبل باص والوان تو مهم جدا في التكتلات الدفاعيه دي يا ميدو، مهم العمق ازاي اضرب بالوان تو والدبل باص. النهارده عندك لعيبه يقدروا يساعدوك على الكلام ده، عندك وليد أزارو يقدر يضرب معاه بشكل جيد، وليد سليمان يقدر يعمل معاه 1 2 بشكل جيد، احمد الشيخ يقدر يعمل معاه 1 2 بشكل جيد. النهارده نشوف هشام محمد، نشوف حسام عاشور، تصويبات مهمه جدا يا ميدو، ان شاء الله تكون مؤثره
وتقدر نقدر نجيب منها جول ان شاء الله يفتح لنا الجيم من اول المباراه ان شاء الله. كابتن اسامه قول لي برضو حلول محمد يوسف لا قدر الله لو احتاج الدكه. لو احتاج الدكه عندك علي لطفي، باسم علي، اسلام محارب، سليه، صبر رحيل، احمد حمدي، ومروان محسن. اقولهم لك تاني، باسم علي طبعا، علي لطفي حارس، باسم علي واسلام محارب والسليه وصبر رحيل واحمد حمدي ومروان محسن. في عندك احمد حمدي طبعا، احمد حمدي من اللعيبه المميزه اللي بيقدر يلعب في المساحات الضيقه، بيعرف يحتفظ بالكوره، بيعرف عنده حلول فرديه. دايما الحلول الفرديه، لو انت عندك الحلول الجماعيه ونتكلم الاطراف والتحركات والكلام ده كله وقف في يوم ومش يومك، عندك الحل الفردي. ما انت النهارده مهاره زي مهاره وليد سليمان في اوقات كتير حسمت ماتشات، سواء كره ثابته او برقص وبعدي من الراجل وبنهي هجمه. فالنهارده حل فردي مهم جدا عندك احمد حمدي والحلول الفرديه. عندك حل تاني مروان محسن، بالرغم ان بقاله فتره بعيد عن التهديف، لكن النهارده زي ما كان شريف، لو مروان جنب وليد ازارو تفرق الاثنين، يعني بقول لك ايد واحده ما تسقفش اثنين، هي لا يعني ممكن تلاقي فعاليه اكبر، كور الثابته، التحركات، الكلام ده. دايما انا وكابتن شريف دايما بنتناقر في حته اثنين فروت. مع انك فرود يعني في وقت ما في وقت يعني بيبقى مطلوب. انا كنت بلعب مهاجم وكنا في مباريات بنحتاجها، كان جوزيه بيقول لنا قبل المباراه المباراه لازم تكسب، خلاص ما فيش تعادل، تعادل او خساره طلع اكبر، لازم تكسب. فبكون مجهز السيناريو قبلها، بكون قايل لنا في المحاضره من ثاني يوم، ودي حصلت. كنت انا واحمد بلال بنلعب، احمد بلال جاله في المباراه دي تعور في اول 30 دقيقه، فكان مجهزنا وقال لنا هلعب باثنين بس ورا، هطلع احمد السيد ووائل جمعه، هيلعبوا مهاجمين معاك. كانت مباراه مارادونا كانت مباراه في الجزائر، نصر حسين ضاي، وفي اخر المباراه لقيت وائل جمعه جنبي ولقيت احمد السيد، وحصل ان الاطراف اشتغلت عشان تكسب وكسبنا وقتها في الدقيقه 94. اه بالظبط، انك حل انك لازم تغامر كمدير فني. خلاص يعني بتسميها في الكوره ده كوتش، ده اللي بيميز مدير فني على مدير فني، ان انا لازم يبقى لي رؤيه في وقت من الاوقات، ما ينفعش ان انا افضل متحفظ، لا لازم اغامر بكل اوراقي. المدرب حاجه والكوتش حاجه، اللي قال فيها اسامه دي ده كوتش. اه مدرب ده يعدني ويجهلني نفسيا وكمل، انما الكوتش اللي سيادتك اتكلمت عنه دلوقتي. ويا سلام بقى لو مدرب وكوتش، ده هيديكوتي بقى. النهارده الدوافع مهمه جدا، لازم النهارده دوافع لعيبه النادي الاهلي تبقى دوافع قويه جدا. يعني اكيد بتروجيت لو طلع ببونت من المباراه ده مكسب ليه، كسب طبعا يعني عمل حاجه يعني بالنسبه له تضاف، لكن احنا دوافعنا النهارده مكسب النهارده يخرجك من حاجات كتير. يبدا بقى يغير شكلك في الجدول، أكيد دوافع اللعيبه ونفسيه اللعيبه، وزي ما بقول المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله. بارك لكم بعد الماتش. شكرا يا كابتن شريف، واشوفك بعد الماتش ان شاء الله. كابتن لك باذن الله كابتن اسامه حسني ان شاء الله. قولوا يا رب كده من جوه القلب ان شاء الله الاهلي يفرحنا النهارده باذن الله، ونبارك لبعض بعد هذا الماتش. روحوا اتفرجوا على الماتش واستنونا بعد هذا اللقاء، عندنا كلام مهم جدا هنقوله بعد فوز الاهلي ان شاء الله النهارده على بتروجيت. اهلا بحضراتكم من جديد، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. ثلاث نقاط جم بصعوبه صحيح، لكن ثلاث نقاط ان شاء الله يكونوا بدايه لانطلاق المارد الاحمر من جديد. يعني احمد الشيخ بيحرز هدف في الدقيقه 8 من الشوط الاول، وبالرغم من خروج ناصر ماهر احسن لاعب المباراه، الا ان الاهلي حافظ على هذه المباراه بثلاثه نقاط غاليه جدا. اغرب ما في المباراه هو تبديله اللاعب ناصر ماهر من وجهة نظري. مش عارف، هسأل ضيوف الكرام عن هذا التغيير في أول مرحب بيهم. كابتن شريف عبد المنعم أهلا بيك، كابتن ماهر أمام أهلا بيك، كابتن أسامة حسني أهلا بيك مرة تانية. كابتن ميدو مبروك. مبروك مبروك يا حبيبي، مبروك. لكن أنا بصراحة كلنا معاك في التغيير ده، كان استغربت من تغيير يعني. ناصر ماهر أحسن لاعب المباراة، وكان فايق جدا، وكان مدينا لمسة جمالية في المباراة، وكان بصراحة عامل شكل للنادي الأهلي. لكن ثلاث نقاط غالية جدا يا كابتن شريف. في حاجات هنعرفها أكيد في المؤتمر الصحفي، أو بعد ما نشوف هل في حاجة كان سبب يعني غيره ولا إيه. يا ريت يكون حاجة. بس أنا عايز أقول لك حاجة، إن خلاص الدنيا ابتدت تندع من امبارح، يعني من امبارح والدنيا حلوه، كان في النهارده امبارح
وانا كنت بتكلم لما ناخد الثلاثه بوينت كان في سحابه امبارح يعني ابتدى الاكسجين يخش صدرنا شويه والناس تمشي في الشوارع تكلم بعض ويباركوا لبعض وحاجات كده. ادام ابتديتها معايا كده بقى انا ابتديها انهيها معاك. بقول لك انا كنت شايف سحاب بس ما جاتش لسه منطقه. لا 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 فاحنا بس خدنا ثلاثه بونت وبنعمل برده عمليه استشفاء تاني لنفسنا من جوه. عشان كده انا قلت لك احنا عايزين ندعم اللعيبه وعايزين ندعم الجهاز الفني. الجهاز الفني طبعا واضح برضو ان هو سيد ومحمد يوسف برضو ماهر واسامه يعني الدنيا مش حلوه معاهم يعني مش عارفين برضو يعني بيحاولوا يعني. طب اخد بسرعه سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي مع كريم احمد. كريم اتفضل. الحمد لله طبعا يعني خلينا نكون واقعيين ومنطقيين يعني احنا كنا محتاجين نخرج من الحلقه اللي احنا فيها والحمد لله ده اتحقق النهارده يعني بالتاكيد يمكن في بعض التوتر ده وضع طبيعي برضو للحاله اللي انت فيها لكن في النهايه اعتقد ان احنا عايزين نجمع عدد كبير جدا من النقاط لحد ما المصاري يبقى في اطاره الصحيح يعني فاحلى حاجه في اللقاء النهارده هي المكسب بالتاكيد يعني. الكلام كان عليها كابتن سيد اتكلمت مع اللعيب على ايه كابتن يوسف لان في جهد كبير من الجهاز الفني بذل لان الحاله كانت صعبه جدا مع لعيبه النادي الاهلي. بص انا متاكد ان اللي جاي ان شاء الله الرحمن هيبقى احسن باذن الله يعني من خلال ثلاث نقط ذكرتهم قبل كده انت لعيب عندك متميزه ولعيبه راجعه من اصابه كل يوم بيرجع لك اثنين بيزيد من قوتك او واحد ده ولا حاجه النهارده بنخسر حسام عاشور خساره جديده لكن بيرجع لنا عمرو السوليه بيرجع لنا وليد ازارو في الطريق ان شاء الله الرحمن هيبقى موجود علي معلول باذن الله بعد حوالي 10 ايام او اسبوعين من دلوقتي فاحنا عايزين يعني كل فتره ما بيعدي بينا الوقت احنا اللي بنكسبه يعني. بجانب المكسب النهارده في مكاسب كمان على المستوى الفني شفنا احمد علاء بيظهر بشكل مميز جدا اكيد في مكاسب كتير بجانب المراكب تسيد. اكيد يعني زي ما قلت لك احلى حاجه طبعا المكسب احلى حاجه ثلاث نقاط في الوقت الحالي في الحاله اللي انت كنت بتمر بيها بقالك فتره لكن اعتقد ان شاء الله الرحمن ان انت تبني عليها بقى باذن الله. مؤمن زكريا لازم اخد منك الناس قالت مؤمن زكريا استبعد النهارده عشان التجديد عايزين بقى مدير الكره معانا. مؤمن ان شاء الله الرحمن طبعا هيبقى موجود معانا في الفتره اللي جايه بالتاكيد كان في حاله تركيز او حاله يعني تجهيز لمؤمن من خلال حتى مباراه الشباب النهارده بيشارك فيها انا بوجه له الرساله حتى معاك يعني انا بثق فيه جدا 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 من اللعيبه اللي قريبه جدا مني وبحبها لان هو صاحب مسؤوليه وصاحب شخصيه وانا متاكد ان هو ان شاء الله الرحمن هيبقى اضافه قويه جدا لينا الفتره الجايه. خلينا اول حاجه بس يمكن قبل ما تنهي يعني هو هي طلب وسؤال في نفس الوقت يعني طلب للجنه الحكام او المسؤولين في لجنه الحكام يعني ممكن نستعير كابتن علي الصبحي اللي هو حكم لقاء الامس امبارح يمكن اللقاء الوحيد اللي ما كان من غير ضربات جزاء او اخطاء مؤثره فاعتقد الاتحاد العربي علاقتنا بيه كويسه جدا فيعني من غير اي مجهود ممكن يعني الناس تستعين بيه وتبقى موجود معانا هنا. السؤال الثاني ده طلب السؤال المهم جدا يعني اعتقد ان محمود البنا من احسن حكام مصر مظبوط واعتقد ان جهاد جريشه حكم مصر في المونديال مظبوط يعني هل منطقي ومعقول ان جهاد جريشه يعني المرشح الاول لو كان موجود في كاس العالم واللي موجود المرشح الاول في حكام مصر كلها لاداره المباريات الافريقيه مهما كانت صعوبتها يبقى ادارته للحكام المنافسه بالنسبه لنا مباراه واحده هل يعقل ان محمود البنا بكفاءته وقدراته ما يحكمش ولا لقاء لنادي الزمالك السنه دي من خلال 13 لقاء في الدوري للزمالك ولقائين في الكاس واحد بحجم وقدراته وامكانيات محمود البنا بصفاته وتاهيله للحكم الدولي وكل حاجه ما يحكمش ولا لقاء اعتقد ان ده اسئله على فكره بس الناس لازم تبقى فاهمه في فرق بين الاسئله والنقد عشان الناس ما تبقاش داخله هجوم وخلاص يعني سؤال يعني مطروح كده يعني ليه محمود البنا وليه جهاد جريشه يعني جهاد جريشه حكم مباراه واحده بس للمنافس نادي الزمالك هي مباراه النجوم حتى انت ما بتتكلمش على مباراه طبعا مع احترامنا الكامل لفرقه النجوم وامكانياتهم وقدراتهم بنقدرهم كمسؤولين وجهزه لكن انا بتكلم على الاختيارات هل يقتصر الموضوع 80% من تحكيم لمباراه نادي الزمالك مقتصر على محمد الحنفي وامين عمر وابراهيم نور الدين ومحمد عادل مش تشكيك لكن انا بقى سؤال الاربعه دول حكموا 80% من اللقاءات انهي منطق يعني انهي منطق يقول كده ان اثنين زي جهاد جريشه ومحمود البنا بكفاءتهم وقدراتهم يحكموا للاهلي 50% من مباراته ده حكم لي مباراه المصري والنهارده بتروجيت وجهاد جريشه حكم لي الاسماعيلي والمقاولين العرب وما يحكموش للطرف الثاني خالص
فاعتقد ان دي اسئله محتاجه اجوبه. لازم فيها اجابه. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره الرياضيه للنادي الاهلي، اكيد زي ما بنقول مجهود كبير ومجهود رائع بالنسبه للفريق للنادي الاهلي، فوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. الاهلي وبتروجيت عندنا تلاحم كبير يا كابتن ميدو في المباراه، ويمكن زي ما طرح الكابتن سيد السؤال اكيد طبعا انتوا هتتناقشوا فيه في الاستوديو مع نجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي، لكن اكيد مستمرين معاك العاده كابتن ميدو مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. لحظات يكون معنا ان شاء الله الكابتن محمد يوسف وايضا كمان احد لاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا ليك يا كريم، ومستنينك مع محمد يوسف وشوف لنا اي يعني لعيبه من النادي الاهلي. والف سلامه طبعا على حسام عاشور، هنطمن على اصابته وحجمها بعد قليل. لكن انا عايز اجاوب الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو كده، هو احنا عندنا يعني هو نادي الاهلي قدره كده، دايما البطل قدره كده. احنا طول عمرنا او الفتره اللي فاتت تحديدا كميه ضغوطات مش طبيعيه، والجماهير بداوا يستوعبوا القصه اللي حوالينا. مش عايزين نقعد بقى نتكلم ونقول، لكن يعني الحكم النهارده ابسط حاجه 4 دقائق او 3 دقائق، كانوا مدي كام؟ 4 دقائق. 4 دقائق لعب 5 دقائق، ما فيش مشكله خالص، ممكن يجي جون فيك في الوقت الضايع. هو مستني الهجمه تخلص من بتروجيت، مع احترامنا الكامل لبتروجيت، وطبعا بنقول لهم هارد لك النهارده على الخساره. فريق كبير جدا وفريق بيقدم كره كويسه جدا وكان شكله حلو بصراحه النهارده، لكن هارد لك على الخساره. النادي الاهلي كان محتاج 3 نقاط. لكن انا برد على الكابتن سيد عبد الحفيظ، مش جديده يعني، مش جديده. اذا كنت انت بتتجازى ان انت بتمثل مصر في افريقيا، مدي لك كل 3 ايام ماتش، مدي لك الحكام زي ما انت بتقول يعني النخبه، فيعني يا ريت فعلا حكم زي لقاء الامس الزمالك والاتحاد السكندري، حكم مفيش غلطه في المباراه كلها، مفيش غلطه، مفيش اي حاجه، مفيش اي واحد بيقع بيديله فاول، مفيش اي زقه بيديله فاول، مفيش فاول من غير انذار لو يستاهل. حكم بصراحه نموذجي. عندنا حكام دايما بنقوله وبنثني على الحكام، لكن بصراحه فعلا يعني الراجل احنا يعني لازم الناس تحس شويه، من كتر ما انت ما بتتكلمش الناس بتفتكرك ان انت ما عندكش لسان. ده انت عندك لسان وعندك مليون لسان، بس احنا ده شكل النادي الاهلي وطول عمرنا بنتعامل بالشكل النادي الاهلي. لكن الموضوع لما يزيد هتلاقوا بقى يعني كلام تاني خالص. طب نروح تاني لكريم احمد، معايا الكابتن محمد يوسف، اتفضل يا كريم. بجد التحية ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البداية وبرحب بكل السادة المشاهدين. فوز وانتصار مهم جدا لفريق النادي الأهلي رغم الصعوبات والغيابات وعدد يمكن خلال الفترة الماضية، لكن زي ما قلنا قبل كده النهاردة لعيبة النادي الأهلي لعبت بروح الفانيلة الحمراء. سريعا انضم لي الكابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني، ببارك لك يا كابتن يوسف. النهاردة مجهود كبير بذل، كنت بتكلم مع كابتن سيد، كان في تجهيز نفسي بشكل كبير جدا منك ومن كابتن سيد، لأن الأمر كان صعب مع اللعيبة، لعيبة كبار موجودة، لكن الظروف المحيطة كان فريق النادي الأهلي خلت إن في مجهود كبير جدا للجهاز الفني. حابب تقول النهاردة على الجيم وبشوف الاداء النهارده ازاي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك طبعا للنادي الاهلي واللعيبه والجمهور. احنا كنا محتاجين فوز، يعني زي ما قال لك سيد احنا كنا شغالين بشكل نفسي جامد جدا، كان في فقدان للثقه بعد هزتين ورا بعض، البطولة الأفريقية ثم البطولة العربية ثم خسارة المقاولين في بداية مشوارنا تاني ان احنا عودتنا للدوري. النهاردة الحمد لله الفوز ده هيدي ثقة الفترة الجاية، دي نقطة. النقطة التانية كمان ان احنا يعني مهم جدا ان احنا نؤكد ان ثقتنا في اللعيبه عاليه، اذا كان في تدعيمات دي موجوده ودايما موجوده في النادي الاهلي، وانا باكد ان دايما النادي الاهلي كل سنه لما بيكسب دوري او بيبقى عنده فترات انتقال سواء صيفيه او شتويه بيدعم طبقا للمراكز وطبقا لرؤيه الاجهزه الفنيه. لكن في نفس الوقت لعيبتنا محتاجين ثقه ومحتاجين تدعيم ومحتاجين ان احنا ندعمهم، مش عايزين نلتفت للكلام اللي بيحاول ان هو يهز اللعيبه ويهد اللعيبه وكل ده هيجي على الفرقه وحاجات ممنهجه. انا مش عايز اتكلم طبعا، لكن احنا قادره يعني الناس خلاص بقى عندها وعي دلوقتي، الموضوع السوشيال ميديا وان نهد في اللعيبه ونكسر في اللعيبه دي حاجات ممنهجه ومن ناس من مصلحتها ان الفريق او النادي الاهلي يقع، فطبعا عشان يوقعوا بيوقعوا من خلال فرقته. يعني انا باكد طبعا ان احنا النهارده الفوز ده هيستثمر ان شاء الله الفتره الجايه بشكل كويس جدا. بحيي اللعيبه النهارده ادينا جيم، انا شايف ان كنا ممكن نستغل الفرصتين ثلاثه اللي جولنا سواء ناصر ماهر في الشوط الاول او كره ازار الشوط الثاني او الكره اللي ايمن اشرف انفرد بيها واتعملت بالعرض. الثلاث فرص دول كنا ممكن، بتروجيت انا مش شايف اي فرصه ليه وما كانش في اي فرصه خالص. ان شاء الله نبني على الفوز ده، 3 نقاط مهمين جدا والمشوار لسه الدوري طويل. يمكن اتكلمنا مع اللعيبه اديتهم امثله قبل كده، احنا لينا نموذج في 96 و97 كان فرق 13 نقطه،
وقدرنا نعوض، ودي مهمه جدا ان لازم الاجيال تبقى عارفه. وكان ساعتها الفوز بنقطتين والتعادل بنقطه، فانت شوف بقى لما بتعوض فرق 13 نقطه في عدد مباريات اقل. النهارده انت قدامك عدد كبير قوي من المباريات، بتتكلم في حوالي 26 مباراه او 27 مباراه. يعني عايز اقول ان فرصه لسه، الدوري موجود لسه، نقدر نشتغل ونقدر نرجع تاني لمكانتنا الطبيعيه ان شاء الله. مكاسب كتير يا كابتن يوسف النهارده، بنشوف الدفع باحمد علاء، في مكاسب كتير بجانب المكسب اللي هو يمكن اللي احنا كنا متمنين ان هو 3 بونت، لكن على المستوى الفني اعتقد في مكاسب كتير يا كابتن. طبعا يعني قبل المباراه انا شفت من يومين طبعا اتكلمت مع الجهاز المساعد، وكنت شايف ان سليف كلوبالي لازم يريح. احنا لعبنا 22 مباراه، سليف كلوبالي لعب 20 مباراه منهم، الوحيد اللاعب الوحيد اللي ما ريحش غير مباراتين فقط لا غير، ودي كانت منعكس عليه في الفتره الاخيره. فانا خدت قرار طبعا ان هو يريح، ودفعت باحمد علاء. احمد علاء من اللعيبه اللي اتمرن كويس ومحتاج ياخد فرصه، فطبعا ادينا له فرصه ودي مهمه جدا. لعيب انا شايف النهارده ادى جيم كويس جدا. باسم علي النهارده ادينا له برده ربع ساعه في الاخر على اساس ان احنا نطمن عليه، وقفل الحته اليمين قدام ندفد. عندنا مكاسب كتيره، شريف اكرامي بياكد ان هو حارس مرمى. يعني ما اقدرش اتكلم، لكن كان في يعني فقدان للثقه من فتره، لكن النهارده بيلعب مباراه انا شايفها كويسه جدا. خلينا نبني على الفوز ده ان شاء الله. مش عايزين ندي الامور اكبر من نصابها، 3 نقط في مشوار لسه طويل هيستمر لغايه يوليو او اغسطس. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين في الـ في الـ في الـ في, الـ في النهايه ان شاء الله في اغسطس ان شاء الله. سؤال سريع من شقين حسام عاشور، عايز اطمن عليه من خلالك، ومؤمن زكريا. مؤمن زكريا يمكن الناس قالت النهارده ان هو مش موجود في القائمه بسبب القيد، لكن على ما اعتقد ان في تجهيز والدفع بيه هيكون في الشكل الذي يليق بالنادي الاهلي وبمؤمن زكريا. بالنسبه طبعا للعاشور، في حصل له جزع في الانكل في نتيجه التراك في حفره، فطبعا وهو مكمل في الكوره حصل له الجزع ده فاتغير، نزل السوليه كان بقى له فتره مصاب من مباراه الترجي يوم 9. النهارده خد 45 دقيقه، انا شايفه بشكل كويس، عنصر من عناصر المميزه لينا في نص الملعب. بالنسبه للمؤمن انا عملت له برنامج من اول ما توليت المسؤوليه، عملت له برنامج على فترتين يوميا على اساس ان انا اجهزه، واشتغل معاه كان سامي وعادل بيشتغلوا معاه بالتناوب مع حسين في الجزء البدني، وشغالين ان شاء الله هيخش معانا الفتره الجايه. لكن مؤمن كان محتاج ان هو يتجهز، الناحيه النفسيه بالنسبه له مهمه جدا، وانا بتعامل معاه بشكل نفسي كويس جدا. يمكن ما يقال طبعا موضوع تجديد ده موضوع يعني مش في حسباننا خالص، يمكن وانا كنت مساعد لمستر كارترون قلت له الموضوع ده مش في حساباتنا خالص، ودلوقتي وانا مدير فني بقول له برضو الموضوع مش في حساباتنا، بس لازم لما يرجع ويخش لازم يبقى بالشكل اللي الناس عارفاه عن مؤمن. دي مهمه جدا، واحنا ان شاء الله بنجهزه، وعملنا له كمان شغل للقوه مع حسين عبد الدايم، ان شاء الله الفتره الجايه هنشوفه ان شاء الله. شكرا، مبروك، مبروك عليكم. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي. المكسب ميدو الفوز مهم، واكيد النادي الاهلي النهارده ادى اداء مميز، مكاسب كثيره جدا لفريق النادي الاهلي على المستوى الفني، وايضا كمان على المستوى طبعا بالنسبه لكل اللاعبين اللي شاركت وما كانتش بتاخد فرص خلال الفتره الماضيه. ثقتنا كبيره في كل اللعيبه في الجهاز الفني، باذن الله ان شاء الله سلسله الانتصارات تستمر من هذه المباراه. الاهلي وبتروجيت لسه عندنا تلاحم كبير يا كابتن ميدو، عندنا مباراه الجونه ثم طلع الجيش ثم سندخل في البطوله الافريقيه في نسختها الجديده. مستمرين معاك كالعاده كابتن ميدو هنا من استاد الجيش بعد فوز النادي الاهلي على فريق نادي بتروجيت. خلال لحظات ان شاء الله نحاول ان احنا نسال الكابتن محمد يوسف يكون معانا احد لاعبي النادي الاهلي، وطبعا في مين مش هنقول حظر اعلامي او في يمكن غلق على لعيبه النادي الاهلي، لكن هنحاول ان احنا يكون معانا احد لاعبي النادي الاهلي بعد الفوز على فريق نادي بتروجيت. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا ليك يا كريم، وده كان كلام محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي، اتكلم عن اهم حاجه في هذه المباراه، الثلاث نقاط بغض النظر عن اي حاجه. واحنا اتكلمنا قبل المباراه قلنا ان الثلاث نقط دولت مهمين جدا ان هم يرجعوا الثقه بس للاعيبه الاهليه، وان شاء الله تبقى بدايه انطلاقه للنادي الاهلي من جديد. لكن سيد عبد الحفيظ هتفضل تتساءل عن حاجات كتير جدا يا كابتن سيد الفتره اللي جايه، ما تستغربش، وانت عارف ما تستغربش، لسه في يعني حاجات كتير جدا، كل ما تحاول تطلع هتلاقي المعوقات كتير جدا يعني قدامك، لكن ان شاء الله النادي الاهلي اداه وجود. مبروك كابتن مهدي. مبروك كابتن ميدو، مبروك شريف، مبروك اسامه، مبروك. احنا يمكن اتكلمنا وقلنا المكسب النهارده يهمنا الثلاث نقاط لعوده الثقه لعيبه النادي الاهلي، لكن الاداء كلنا عارفين ان الاداء مش هيبقى اداء النادي الاهلي، اداء النادي الاهلي جاي من خلال المباراه اللي جايه، هي الظروف الموقف كده ميدو. فالنهارده انا بحيي لعيبه النادي الاهلي، اصرارهم وعزيمتهم وتواجدهم
في ان انا اكسب المباراه هي المباراه اللي بالشكل ده بتخرج 1-0 يعني بكتير قوي. فالنهارده مع سيد عبد الحفيظ ومع محمد يوسف واضح ان في كلام كتير جدا مع اللعيبه ومهم جدا الكلام ده يبقى معظمه نفسي الخروج من هذه المرحله، وبعد كده هيبدا يخش بقى عناصر اللعبه، التركيز بقى على اللياقه البدنيه، التركيز على اللياقه الفنيه، التركيز على الجمل التكتيكيه اللي احنا النهارده لما هنبدا نتكلم على مشوار الشوطين هنقول في حاجات النادي الاهلي محتاجها خلال الفتره الجايه عشان يعود النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليه. أكيد. ان شاء الله. مبروك يا كابتن اسامه. الله يبارك فيك يا كابتن ميدو. لو اتكلمنا عن الاداء كان ادائنا افضل في المقاولين وخسرنا ما طلعناش برضو من الكبوه اللي كنا فيها. النهارده انت كنت محتاج زي ما قلت لك قبل المباراه الثلاثه بونت والمكسب، هو ده اللي هيديك المتنفس بتاعك ان هيغير شكلك في الجدول، هيدي حتى ثقه للعيبه، تبدا تعود الروح من تاني. وزي ما قلت لك دايما في الكوره المكسب بيجيب مكسب. فالنهارده الحمد لله على الثلاثه بونت كانوا مهمين جدا بغض النظر عن الاداء. جد. اكيد في النهارده سلبيات، في يعني امور اكيد الجهاز الفني حاطط ايده عليها، لكن النهارده عايز اشيد بكريم ندفد بالاداء الرجولي اولا في الملعب، الروح القتاليه بتاعته العاليه يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه ما شاء الله كريم ندفد، يعني مقارنه بالمباراه اللي فاتت لا يعني احنا بنتكلم عن كريم ندفد في اوقات كتيره كانت الناس تنتقده، لكن النهارده لازم نديله حق. احمد الشيخ النهارده افضل من المباراه الثانيه، يعني بدا في مباراه المقاولين في وقت كبير يعني يبدا يقول انا موجود. النهارده خد 80 دقيقه، طبعا انا حاسس بيه ان لياقته البدنيه مش سعفاه في كل الكور اللي عايز يشتغل بيها، لكن النهارده اجاد اجاد النهارده بشكل كبير، لكن هتظل برضو يعني برغم المكسب بتاعنا الحمد لله النهارده والثلاثه بونت اللي بقول لك المهمين جدا، هتبقى خسارتنا النهارده هي برضو هنرجع تاني مستشفى النادي الاهلي. يعني واحد بيطلع من على السرير، واحد تاني بيدخل مكانه على السرير، بيسلموا على بعض. النهارده اصابه حسام عاشور، وده باين لك مدى اهمال المسؤولين في الدوري المصري. يعني احنا بنتكلم عن دوري مفروض النهارده عايزين نوصله بالملايين والمليارات، سلعه لسه للاسف احنا بنشتغل عليها كسلعه هواه. النهارده لما تلاقي مباراه متاخره 10 دقايق ولا 15 دقيقه، ده فين ده؟ شوف الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوريات الكبيره، ومش هقول لك الدوريات الاجنبيه، الدوريات العربيه اللي جنبنا في الامارات وهنا وهنا. النهارده اتفرج الجداول بتتحط من قبلها بسنه، المواعيد المباريات بتتحط قبلها بسنه. طب احنا النهارده كام سنه بنتكلم في الكلام ده؟ انت لسه بتتكلم في تغيير تيشيرت، يعني فانيله اللاعب بتتغير، مين اللي معاه اللائحه وغير مين والكلام ده كله. النهارده لازم تكون انت عارف ملم باللوائح. احترم النهارده طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده ان هو راجل مش مدير كوره بس، لا ده حافظ اللوائح، عارف اللائحه بتاعته، ان يحق للنادي الاهلي النهارده مش هو اللي غير التيشيرت بتاعه، فاصر على دي. انا عارف مين اللي كان يعني عايز يسخن الدنيا في بتروجيت ومش عايز ينزل، يعني هو ممكن تلاقي فرد هناك في بتروجيت يعني بينتمي ممكن للنادي المنافس، لكن النهارده برضو يعني شابوه للكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده. لا لما يبقى ليك حق انا بطالب بيه، وسواء من حكام زي ما هو اتكلم على نقطه التحكيم النهارده، بتتكلم على محمود البنا وبتتكلم عن جهاد جريشه، ده حكام مصنفين حكام دوليين طبعا، فينهم من المباريات القويه في الدوري طبعا الممتاز طبعا. دي نقطه مهمه، فبحيي كابتن سيد عليها على موضوع التيشيرت النهارده وعلى يعني لقائه بعد المباراه. الحاجه الثانيه ان احنا بنتكلم عن سلع الدوري ممتاز، سلعه عايزين نوصلها للملايين، ازاي النهارده تحط اعلان على الملعب وتحتيه حفره ل يعني حسام عاشور النهارده الاصابه بتاعته بيفادي نفسه الراجل، عشان يعني وهو بنط من عليه عشان الكره كانت طالعه ركنيه، فالراجل ينزل على اعلان بره الملعب، الاعلان تحتيه حفره، لا تحتيه حفره، ده حاجه صعبه جدا. يعني انت ازاي بالك انت يعني اسامه حسني ما بيتكلمش على الاهلي بس، بيتكلم على الاهلي بتروجيت، اي لعيب بيروح استاد السويس الموضوع ده صعب جدا، يعني الشركه اللي بتعمل اعلانات الموضوع ده صعب جدا، ده ممكن يكسر انكر رجليه يعني او ركبه او اي حاجه، ما تعورش اثناء المباراه، مش واحد زميله مثلا في بتروجيت عوره، لا ده انت النهارده انت بتتكلم اصابه، يعني وانت بتتكلم النهارده عايز تعمل دوري محترفين وعايز تبقى السلعه بتاعتك متشافه والكلام ده كله. الحاجة الثانية برضو النهارده بحيي جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد، سمعنا طبعا صوته في وقت من الاوقات في المباراة، بيفرق كتير وهو ده اللي بيفرق كتير طبعًا. وقلنا طبعًا. دايما جمهور النادي الاهلي طول ما ورا فرقته حتى لو الاداء وحش، لكن بروح الجماهير دايما ان شاء الله الانتصارات والمكسب هتكون موجودة. حسام عاشور رايح يعني بالشكل ده يعني مش يعني لا تقل عن ثلاث اسابيع، ربنا يستر بالالتواء طبعًا. وطبعا طبعًا. هو النهارده كان ناطط في الهواء ونزل
الالتواء تم يعني سبري انكل. سبري انكل طبعا. تعرف ده لو بره مصر النادي ده يقفل. هو مش نادي خلي بالك يا كابتن، هو شركه اعلانات اللي بتعمل اعلانات. اعلانات ايه؟ النادي نفسه اللي مديك مسلمك كارد زي دي. كلمه جد والله، الانشورنس فلو اللعيب ده ياخد كل الفلوس اللي بص بتاعت كابتن. ده اعلان محطوط مداري المكان اللي فيه ده يتخرب. لا وخلي بالك كمان الاعلان ده بلاستيك. انا النهارده كلاعب ممكن انزل من البلاستيك ده عرضه ان انا اتزحلق وانا نازل. سيبك من الاعلان، انتوا ماسكين في الاعلان وسايبين الارضيه اللي اصحاب المكان بيسلموها لك بالشكل ده. ازاي يعني؟ ازاي ده ماتش كوره مش ماتش يعني؟ دواعي الامن غير موجوده في الاستاد يعني، واخد بالك؟ دواعي الامن غير خلي بالك ده ممكن لعيب يموت مش لعيب رجليه تتكسر كل حاجه. ده بيوصلنا زي موضوع تاخير المباراه 15 دقيقه بعد ده برضو الاعلان هتلاقيه نفس الكلام بالزبط. كل حاجه للاسف يعني بنبدا نفكر فيها وقت ما بتحصل. اعتقد ان شركه يعني شركه او نادي بتروجيت ناس فوق الاحترام مش عارف الموضوع ان احنا نتاخر 15 دقيقه دي. اكيد يعني اكيد الناس الكبار في بتروجيت اكيد الموضوع ده مش عادي يعني. اول حادثه ميدو شوفها يا كابتن لعبنا من تاريخ لو نفتكر ملعب دمياط زمان اللي كان حوالينه البركه بتاعت الميه شريف فاكره ملعب دمياط. فاحنا اول مره نشوف الواقع. يعني لازم احيي كابتن سيد على موضوع ان هو اثار. اصل خلي بالك هي العمليه مش هو اثار وهو بيتكلم في غلط. لا ده واحد حافظ اللائحه بتقول ايه، علشان كده طالب بحقه ان انا ما غيرتش الطقم بتاعي اللي بتروجيت النهارده. خلي بالك يا اسامه طول عمر بتروجيت ولا في دماغك. لا خلي بالك، ما هو النهارده هو مش عايز ينزل. اللائحه بتقول يا كابتن ميدو هو الطقم بتاعه فيه احمر وازرق، وانا عندي الضيف بتاعي الطقم الاولاني بتاعه احمر والطقم الثاني ازرق، يبقى مين اللي غير؟ صاحب الملعب. صاحب الملعب الطقم الثالث بتاعه هو الفسفوري، فلازم بتروجيت هو اللي غير. لو حب يغير النهارده احنا شفنا المباراه الاحمر عادي والاحمر ازرق. طول عمر الاهلي بيلعبوا كده. طول عمر الاهلي بيجيب لك دلوقتي بص اهو وسمير بيجيب لنا ده بتروجيت السنه اللي فاتت كده. طب ايه اللي جد النهارده؟ بص يا جماعه دي بتروجيت السنه اللي فاتت زي ما انت قلت حاجه خالص. انا بقول لك انا طول عمر بتروجيت متعاونين جدا في القصه دي، مفيش اي مشكله خالص. واخد بالك يا ميدو؟ يعني واحد واضح قوي ان هو عايز يعكر مسار واخد بالك المسيره ويبدا يناقش ويبدا يتكلم. بصوا يا جماعه اللعيبه هي ما اتغيرتش. هو يمكن الشراب بس اللي اتغير يعني، شراب النادي الاهلي اللعيبه نفسها نادي الشراب احمد فتحي هم اللعيبه اللي موجودين دلوقتي. هو الطقم بس هو هنا بقى احمد سعد سمير بيخش يمكن ده الطقم الازرق بس يا سمير ده بس. لا في على صدره موجود على صدره. لا انت لو لبست ازرق النهارده هم لبسوا اللي كانوا لابسينه ده هنبقى زي بعض مش هنعرف بعض هنبص لبعض. كابتن شريف تعالى نشوف كابتن سعد عبد الحفيظ كان بيتكلم على الحكام وكان بيتكلم على جزئيه هو بيتساءل يعني ليه الحكام الكبار زي جهاد جريشه زي الحكام الكبار بتوعنا ليه البنا اللي كان بيحكم النهارده ليه ما بيحكموش للفريق المنافس او حكموا له ماتش واحد؟ احنا الفتره اللي فاتت ما كناش فاضيين للناس دي. انتوا النهارده خدتوا قضيه كده احنا ما كناش واخدين بالنا منها. احنا كنا في افريقيا وكنا في بطوله عربيه بطوله كاس زايد وبطوله عربيه وبنلعب احنا في طريقنا احنا ما بنشوفش الصغائر دي. انما ما بتبقى كل حاجه بقى زادت عن حدها. الصغائر ساعات بتبقى كبائر. ما زادت عن حدها بتزيد عن حدها. وانت تيجي تكتشف كده تلاقي نفسك انت كل حاجه بتتعمل فيك وكل حاجه بتتجرب فيك والسوشيال ميديا شغاله عليك والدنيا كلها عايزه تهدك. ما خلاص بقى احنا لازم زي ما انت بتقول يبقى احنا درع وانا لازم جمهوري بقى هو اللي يبقى سلاح ودرع وينبهك ويوصل لك ويقرفك. ده احنا 70% من جماهير مصر 80% كمان. يعني هو انتوا لازم بقى اصبح عندي بندقيه افضل اتكلم وترجع تقولوا الجماهير ترجع تقولوا كذا؟ ما تستفزوش الناس ما تستفزوناش احنا مش فاضيين لكم. احنا ما تعودناش على كام فاضي ده. فكل واحد يشوف شغله يعني. انت عايز تحدد لي هات لي واحد بس حدده لي يقول لي سبب القصه دي وانا اعرف اتعامل معاه ونعرف نتكلم معاه ونحطه عند يعني. لا هو رجالتنا موجوده يا شريف يعني مش عارف رجالتنا احنا مش ايه مش صراحه يعني احنا مش رايحين نرد احنا مش فاضيين للناس دي. ان السيد قدر بس احنا السيد عبد الحفيظ قال لهم ايه؟ احنا واخدين بالنا قوي من اللي بيحصل طبعا وشايفين يعني مركزين ومركزين بس احنا في الفتره دي يا اسامه هو مش ابسط الامور ابسط الامور احنا مش جايين نمسك في الحكايه دي. النهارده كانت مباراه الزمالك والاتحاد في الدوري اول مباراه في الدوري انتهت بخمسه. مين اللي كان بيحكمها؟ ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين بيحسب ركله جزاء ليس لها علاقه بركله الجزاء تفتح المباراه تدي وضع تاني وشكل تاني. النهارده شوف المباراه امبارح الحكم العراقي
ممتاز. انت قاعد بتتفرج مش حاسس ان في حكم بيحكم المباراه، كل لعبه كل انذار كل صفاره هتلاقي الراجل معاه، ما حدش حاسس بيه. طبعا لو انت اتكلمت على مشوار الدوري 13 مباراه للعبهم الزمالك النهارده، هتلاقي في حوالي 8 مباريات فيهم مجاملات صريحه من التحكيم. لو انت بتتكلم عن التحكيم المصري خلال الفتره اللي فاتت في ركلات جزاء في اهداف، في حتى شفت مباراه الاخيره يعني كانت المباراه اللي فاز فيها الزمالك والجونه، اول كوره في المباراه ابراهيم نور الدين فاول للراجل بتاع الجونه، الكوره تترد للراجل بتاع الزمالك، الراجل بيعرقله تحس الفاول مع انذار في اول ده في المباراه، فالتحكيم طبعا كان دور. شفت انا مع الكابتن سعد حفيظ في الكلام اللي بيقوله ده، مباراه اليوم حتى يا كابتن شريف الحكام في مصر عارفه يعني، كله بيشوف المباريات وعارفه لو في لعيب بيمثل في ضربات الجزاء عارفاه، لو في لعيب بيعترض وبيشاغب عارفاه عشان الانذارات، وعشان لو واحد دخل ال 18 فانا عارف اللاعب ده ممكن بيمثل. هل تحكيم الحكام مصر مش عارفه ان جنش في ركله الجزاء وده في الدوري بقى في كل الماتشات اللي فاتت حتى في ركلات الصدها بياخد خطوتين وثلاثه قدام؟ هل لجنه التحكيم والحكام مش عارفين الكلام ده؟ طب النهارده لما الكوره تصد واتصدت كانت في مباراه اللي فاز فيها الزمالك كان 3 كل 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 تصداته بقى فيها خطوتين، طب ليه ما رجعش تاني واعيد الكره تاني؟ ما دي ده حاجات كلها للتحكيم. كابتن اسامه انت شفت بقى اللاين مان اللي كان ماسكنا ناحية تانية اخر شوط ده ناحيه اليمين ده، ما ده غريب جدا. ايه يا كابتن اللاين مان اللي كان اخر اربع دقائق ايه ده واخدنا من اول الماتش رايح ما حسبش كره للنادي الاهلي، كل الفاولات لينا عكسيه. يمكن انت حضرتك هتقعد مع كابتن عوده واساله نفسه عن القصه دي. وعم محمود البنا بيلعب بالست دقائق عادي جدا، عايز ينهي البتروجيت هجمتين ثلاثه، كل ما الكره تبقى تيجي خد بالك من القصه دي للنادي الاهلي هيبتدي هجمه يروح حاطط الصفاره عشان يخلص الماتش عشان ما تبقاش تنزل، تروح الكره مقطوعه ورايحه. بس كان كويس النهارده بصراحه يعني، يعني برضه كان كويس النهارده ناخد حقه محمود البنا النهارده يعني ادار اللقاء يعني محمود البنا بس اللاين مان اللي مدبسه على طول ده في كل القرارات ضد النادي الاهلي ده مسك ايمن اشرف ده اخر 10 دقائق ما ادالوش كوره واحده، خلص عليه علينا وعلى طول ايه ده. احنا عندنا 3-4 ثوابت كانت المفروض تخش فينا جول، لولا الكره اللي اكرامي جابها برجله دي. في حاجات انتوا ادام بتتكلموا على الحكام بقى يعني لا ده الحكم كمان اللي بيجي لك يحكم لك حاطك في دماغه، يعني حاطط وليد ازارو في دماغه مش الزمالك والجون يعني مش ممكن. فاكر هشام زكريا لما نزل الملعب جري في الملعب كان هيتجنن يعني، برضه حاجات غريبه جدا بتحصل. وبدايات الحكام وشهرتها بتبقى على ماتشاتنا احنا. محمد عادل ده مش كان محمد عادل ولا كان مين اللي يعني ماتش السنه اللي فاتت بتاع طلائع الجيش اول ماتش في الدوري؟ انا عايز اقول لك كابتن ميدو اكبر رد النهارده للسيد عبد الحفيظ بياكد ان رجاله النادي الاهلي مصحصحه، ان خبره السيد عبد الحفيظ الاداريه وقرايته للوائح وتواجده مع الفرقه في الفتره ديت مرحله انتقاليه ايجابيه، يعني الاختيار كان في مكانه والتوقيت كان مناسب، وان سيد الحمد لله رب العالمين الخبرات اللي مر بيها مع الفريق الاول في خلال السنوات الماضيه اداريا بالذات قدر الحمد لله رب العالمين انه يقدر ان هو يمسك الجزئيه دي بشكل كبير جدا، وانه يقدر ياخد قرار. احنا النادي الاهلي قراراتنا الحمد لله رب العالمين قرارات ايجابيه، فالنهارده قرار الكابتن سيد عبد الحفيظ حتى كمان في لون الفانيلا، انك انت صعب النهارده انك انت تغير فانيلا واللون الاساسي. انا بقول لك انا طول عمر بتروجيت مفيش اي مشكله خالص ان هي تلبس فانيلا او تقلع فانيلا بتروجيت، انت عارف بتروجيت عارف اداره بتروجيت ناس محترمه جدا جدا. ده كل الفريق اكيد اللي حصل النهارده ده خارج عن حاجة طب ليه البلبله من اول المباراه؟ مش نتاخر ما انت قلت بقى ان في يعني في واحد في حد لكن طلع مشكله في ايد بقى بتحاول بقى ما تجيبوا لنا حد من بتروجيت يا جماعه، هاتوا لنا حد من بتروجيت. بس عايزين برضو النهارده يعني بالنسبه بقى للامور الفنيه يعني احنا هنتكلم على الامور الفنيه. كان في النهارده فرصه وليد ازارو، كنت اتمنى ان وليد ازارو يسجلها، برضو وليد ازارو بقى له فتره بعيد عن التهديف، مهاجم محتاج كل ما بيبعد عن التهديف الثقه بتاعته بتقل. حد يقعد يتكلم معايا طبعا كالعاده ده ماشي في الملعب بمزاجه يعني. بص يا كابتن شريف بيأدي مع نفسه كده يعني، ده لازم حد برضو من الاداره بصراحه يعني عشان الناس ما تتعداش، يبقى احنا برضو بنبرد على الناس الحوارات يعني، الجماهير بتاعتنا بتقول زينا وبتشوف زينا.
احنا لازم حد يقعد معاه، ولازم زي ما بيقعدوا مع مؤمن زكريا دلوقتي وبيقعدوا مع وليد ازارو، يريحوا الراجل اللي اسمه وليد سليمان ده شويه، حاسس ان هو مجهد جدا يعني، لازم في عين ان هو ضيع الفرصه دي. وانا بقول لك فرصه سهله، مش محتاجه القوه دي كلها ان انا اتعزم واحط بطن رجلي بالوادي في بتاعت ناصر ماهر، في زاويه من اي زاويه بتاعت ناصر ماهر كمان، لكن برضو مش عايزين نبخس النهارده يا كابتن شريف بمجهود الاثنين. عمل مجهود كبير برضو يعني، بيحاول في كل مباراه، اي فرد بيضيع هيبقى عالمي الولد ده الا اللي حطيت جنبه مهاجم جنبه. كابتن شريف انت قبل المباراه قلت لي احمد الشيخ بياخد جزء في المباراه لازم نستغله، هو اول 8 دقايق جاب جول وكان نشط. انا قلت لك بعد كده اول تغييره كان يبقى احمد الشيخ ليه؟ انت بتجيبه واحده واحده، فانت بتدي له معنويات، ولا بتحطه تحت ضغط الفرقه بتهجم عليك، ولا بتساعد فرقتك انت لما تشده وتحط اسلام محارب مكانه يعمل تدعيم شويه لنص الملعب ويعمل انما بتخرج احسن لعيب في الملعب اللي هو بيعمل لك نقل الحركه، اللي انت بتطمع انك انت تجيب جون تاني، انت مش هتجيب جون تاني بالصدفه ولا هتعمل بقى المعجزات اللي هي من ناحيه على ناصر. انا بتكلم على ناصر وبتكلم على الشكل التغيير الاولاني ان خلاص وكده كده انت هتغير احمد الشيخ. هو كان غريب احنا قلنا واحمد الشيخ عشان جاب جول انت مش عايز تغيره؟ لا 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 وطلع هو كويس. طب ما تطلعه كمان طبعا، طب ما تطلعه هو مبسوط، ما تطلعه هو قدراته كده، طلعه هو النهارده اداك اللي انت عايزه، طلعه وهو مبسوط وانت مبسوط انك لما تستعين بيه بعد كده الراجل عنده حاجات كده بقى يفكر فيها يعمل البلس. انا جبت جول النهارده، الماتش الجاي لازم اجيب جول كمان بالزبط. لازم اعمل اسيست كويس قوي للفرقه بتاعتي بالزبط. ففي لعيبه انا شايف كمان وليد سليمان مرهق جدا، مرهق فعلا، ده مرهق جدا وخاسس انا شفته في الملعب الحقيقه، ما رضيتش اخوفه على نفسي، قلت له انت مش عاجبك انت وليد شايل هم الفرقه كمان، شايل هم كبير قوي على نفسه يعني. مريحه، هو احنا ما عندناش غير كده؟ لا عندنا لعيبه كويسه قوي. ده انا محتاج احمد، فين احمد حمدي؟ موجود كان، ده لعيب عام شاب وصغير وبيخش وبينقل بتاعه وبيروح نص وبيشوط وبيجيب اجوال وكلام من يعني. طبعا هي حكايه، بص اقول لك على حاجه، الاصابات الكتير، انا لو مدير فني كمان معاهم هبقى مشوش وهبقى القرار هاخده وانا هقول هعمل الاستاندر المغامره في الوقت اللي هي الكوره دي، الكوره دي ازاي؟ الكوره دي الهجمه الثانيه للنادي الاهلي، الناس توج شغلك الحلو انت فاهم ازاي؟ توج نفسك حط في الناحيه الثانيه، ما حدش بيروح حطها بقالك كذا مره بتروح على الجون ومش عايزه تخلص معاك، اذبح انت راخر بس يكون عجل ما عندوش بقى، مش الضمه، ما عندوش الضمه هو ازاي فعلا يا اسامه العجل كان عنده الضمه النهارده؟ ناصر يعني اثنين في الفرقه انا عايزهم يذبحوا، ما تتحطش كده، دي عايزه على شمالك ناصر وازارو. ازارو بقاله فتره برضه ما جابش جوان. انا بقول لك بيعمل مجهود كبير وبيجري في كل مكان، عمق هجومي غير عادي. الكره دي يا اسامه، الكره دي انا بحيي اللاين مان بصراحه يعني، سمير بنحييك يا سمير على الكره دي، لك ده اللاين مان اللي انا مقطع فيه دلوقتي، خد بالك اي لاين مان مش جاهز ومش واضح ومش مركز صعبه جدا، ممكن كانت تعدي عليا حد، دخلنا في مشاكل يعني، واخد بالك هنتكلم في الحالات التحكيميه مع الكابتن، مش عايزين ناخد اختصاصات. لا انا بتكلم على تعدي عليه، تعدي عليا حد النقطة دي، ان برافو يعني كانت ممكن تدخلنا في مشاكل فنيا، انت خد بالك احنا كنا جايبين جول وبعدين دي كانت يمكن في الدقيقة 20 كانت ممكن ترد بتروجيت بالتعادل، لكن عايز اقول لك ان تحية. انت عندك ماتش مين يا ماهر الماتش الجاي؟ الجونة. عندك احمد صدقي؟ كابتن حمادة. لكن عايز اقول لك يا ميدو ان احنا البداية أول مرة النادي الأهلي بيضغط من أول البداية، من أول 10 دقايق يمكن احرزنا الهدف في الدقيقة 8 لأحمد الشيخ، كانت مبادرة جميلة جدا من لعيبة النادي الأهلي، يعني محرومين منها بقالنا فترة. النادي الأهلي لما بيضغط بشكل كبير من بداية المباراة وبيقدر يجيب هدف بتبدأ اللعيبة تاخد ثقة، والجهاز الفني بيبدأ ياخد ثقة ويبدأ يتغير شكل أداء النادي الأهلي. قعدنا فترة مما لا شك فيه احنا عندنا ضغط نفسي على عضلات اللعيبة، أكيد أكيد احنا بنتكلم يعني احنا بنتكلم في فنيات على قد المباراة، لكن طبعا الضغط النفسي كان كبير جدا، اتشال الضغط النفسي النهارده بنسبة 70-80%. يعني شفنا كمان النهارده كان احمد علاء اول ماتش يلعبه بعد فترة، وماتش كمان المفروض انت تكسبه مفيش فيه اي غلطة، عشان كده برضو كان فيه برضو في حاجات في أدائه شوية، لكن كان عنده ثقة، كان لاعب على قد امكانياته، لاعب السهل الممتنع. لكن تغيير باسم كابتن ماهر كان المقصود منها ايه؟ هو زي ما احنا قلنا، هل احمد الشيخ حس باجهاد؟ احمد طلع واضح يمكن الجهاز الفني فكر ان هو يبدي طبعا باسم. هو يمكن الورق اللي موجود عندنا في خط الظهر اللي تقدر تلعب في المكان دوت، يمكن باسم احنا بقى لنا فتره طبعا يعني غايب عن تشكيله واداء النادي الاهلي، يمكن مش محظوظ باسم من اللعيبه الكويسه جدا من الباكات المميزه في خلال الفترة السابقة، لكن إصابات حرمتنا من مجهوداته، لكن الحمد لله عودته
والشويه اللي خدهم تدي باسم ثقه عوده تانية يطمن على نفسه. يعني كان ممكن يدي لاحمد حمدي مثلا ويخلي وليد سليمان على ناحيه اليمين قدام. هو طبعا احنا كنا نحتاج لان كمان هو لعب قدام يعني لعب مكان احمد الشيخ وده جديد علينا بالظبط. يعني احنا تخيلنا ان ممكن يحصل شيفت بالظبط نزفد يروح جناح ويبقى باسم يلعب مكانه لكن احنا شفنا ان باسم هو اللي بيلعب من قدام. طبعا احنا كنا نتمنى اسلام محارب يبقى موجود من بدايه التغييرات. احمد حمدي كنا بدل يمكن ناصر ماهر كنا محتاجين ان هو ياخد برضك فتره لان زي ما شريف قال واسامه ان حته البلاي ميكر دي محتاجينها. لو انت هتخرج ناصر ماهر يبقى احنا محتاجين حد كمان صانع العاب يقدر يلعب لنا الفرقه بشكل جيد ويبقى رابط بين خط النص والمهاجمين. فكنا نتمنى ان احنا نشوف احمد حمدي النهارده. تمام كابتن اسامه. بعد تغيير ناصر ماهر تحديدا انا مش مركز على التغيير لكن مركز على شكل الاداء. هل تغير شكل اداء النادي الاهلي؟ انت كابتن يوسف غير ناصر ماهر بدا اول ما ناصر ماهر بدا يفوق يعني الشوط الاول كان في جري كتير منه كان بيتحرك شويه ما كانش الكره ماشيه معاه زي ما هو عايز لكن مع بدايه الشوط الثاني شفنا ناصر ماهر بدا بقى يعني يتحرر من الحته بتاعت نص الملعب دي بدا يتحرك على الاطراف اكتر بدا يستلم فيها يعني حتى بدا ندفن يشغله ووليد سليمان يشغله في الحته دي وهو حتى كان عمل كام كوره عرضيه من ناحيه اليمين كان بيعدي ويعمل بالعرض عمل فيها خطوره فبدات انت كنت تسيطر على الوقت ده على المباراه وعلى نص الملعب الوقت ده بعديها كان الكابتن يوسف استعجل شويه في خروج ناصر ماهر. كان ايه فكره يا كابتن اسامه؟ يعني كان ايه فكره ان هو يخرج ناصر ماهر ويدخل اسلام محارب؟ ممكن يقول لك انا كسبان 1-0 عايز يبقى عندي نص الملعب ناصر ماهر ما بيدافعش فانا اسلام محارب ممكن يبقى هو بيكمل بس بيرجع تاني يبقى التالت بتاع عمرو السوليه وهشام محمد. طبعا النهارده انت محتاج تكسب المباراه فانت مش محتاج انك تفتح خطوطك تعمل ريسك. ايوه فانت النهارده برغم يعني حاله بتروجيت النهارده اللي احنا شفناها برده مش بتروجيت اللي احنا متعودين عليه بس مستحوذين على الكوره ومسكين النهارده المكسب ثم المكسب ثم المكسب هو ده اللي انت عايز تطلع من المباراه. يعني انا بقول لك انت طلعت في مباراه المقاولين ادائك افضل من النهارده لكن في الاخر ما طلعتش من المطب اللي انت كنت فيه لا بالعكس الامور ازدادت صعوبه. النهارده المكسب هو اللي هيديك النفس انك تقدر تشتغل المباراه الجونه يبقى عندك دفع تبدا بقى المتنفس زي ما انت بتقول المتنفس فانت النهارده ممكن خروج ناصر ماهر يعني الكابتن يوسف قال لك اقدر يعني يبقى عندي واحد يكمل في الناحيه الهجوميه واسلام محارب ممكن يعني على الطرف يقفل الطرف وكان وليد سليمان دخل في الملعب لكن النهارده يعني كنت اتمنى ان كان ممكن يبقى خروج وليد سليمان النهارده وليد سليمان بقى له فتره كبيره الفتره اللي فاتت مجهد كان لاعب في افريقيا كان بيلعب 90 دقيقه بيلعب المباراه كلها الضغط الذهني كمان البطوله العربيه كان محطوط عليه امال كبيره برضو ان هو شايل الفرقه فكنت اتمنى انه كان يخرج وكان يتم الدفع باسلام محارب حاسس بيه يا اسامه حاسس ان هو محتاج يشتغل الكوره يبعد عنه يريح يتهوى شويه يعني عليه كبير جدا يتهوى شويه وانت عندك دلوقتي ما شاء الله ناصر ماهر ابتدى يبقى بلي ميكر شكله حلو وينقل عناقه الحركه وطول ما اللعيبه بتتعظم مع بعض جنبها انت بتبان امكانياتك اظهره هيبان طول ما اللعيبه بترجع لان هم بيحضنوا له على حته ان هم يبقوا هم اللي عاملين الضغط بالظبط واحنا سبق في التهديف اهم حاجه الفتره الجايه المهاجم دايما محتاج يا كابتن شريف فهمتني لازم نجيب جون الاول لازم. ايوه زي ما ينفعش نتاخر في المباريات عشان الثقه هو ده اللي غير سيناريو كابتن كابتن مؤمن كابتن مؤمن النهارده انت لما برضو جبت هدف يعني فضل الدنيا عنده اتغيرت حتى شفنا الشوط الثاني لا بدا يغامر بقى نزل رؤوف ونزل زولا طبعا تغيير محمد سالم عشان الطريقه عشان فيرا اصابته اللي جت في اول مباراه لكن بدا يغامر خلاص فرق كمان معاهم فيرا ان هو يتغير طبعا فرق يعني فيرا وشمال سبيكلي عايز اقول لكم على حاجه السبب برضو احنا كسبنا النهارده انها محمد سعد سمير ده ما اتفلسفش النهارده كل كره جايه له طخ بره فوق طخ ما بيقفش ريسك في سعد لما بيلتزم يا كابتن هو التزم النهارده يعني حاسب المسؤوليه النهارده بالظبط بيبقى حاجه على الميه ادي الكره اللي كنا بنتكلم عن ناصر ماهر في الشوط الثاني بدا يشتغل من الناحيه دي في كره ثانيه ظهر فيها برده لما جه من ناحيه الشمال رقص 2 3 وجات لوليد سليمان جات له وسدد كان في الوقت ده بدا يفوق كان لازم الكابتن محمد يوسف يصبر عليه شويه لازم اسيبه شويه وكنا احنا راكبين بص الكره دي يعني طبعا جات لوليد سليمان عليت منه وليد مش هاتم فورم عشان يستقبل الكره بالشكل ده فبدا يفوق كان لازم يصبر عليه شويه كابتن ما قلت وليد هياخدها واحده على طول وبعدين هنا ما فيهاش طمع يعني هنا فيها مسانده مساعده من
من ناصر لوليد يعني ما اطمعش فيها، كان ممكن يشوت. اتعملت برضه هجمه من ناحيه الشمال بتاعت ايمن اشرف، وايمن اشرف كان لازم يحطها بالعرض. هجمه نموذجيه اتبنت من ناحيه الشمال، اتعملت 1 2 1 2 1 2 لما ايمن اشرف راح كان لازم يعمل بالعرض، لازم اثنين يعني انت العرض لا بتسدد في الجول. هي دي راح منك 3 4 جوان يخلوا شكلك احسن. بص دي النهار. مين اللي عملها له؟ وليد ازارو. وليد ازارو بص بص يا اخو اللي بالعرض شاف مين اللي كان بره. وليد ازارو والنادي اللي عملها. بس يشكر يعني هو راح لغايه المنطقه دي وبهذا المجهود بصراحه. لا كان يشكر اكتر لما حطها يا عم بالعرض بقى. بص وليد ازارو يا كابتن شريف على برضك احنا نعذره كمان يا كابتن ميدو اللي بره ده دور مدافع يعني هو دخل ودخل المدافعين كنا فين ايمن اشرف من اللعيبه الرجاله جدا. لا لعيب كويس جدا. يعني عايز اقول لك ان كان مساعده ومسانده هنا. انا كلمته قلت له بتحب تلعب، انا قلت له بتحب تلعب اشرف جوه ولا بتحب تلعب بره؟ قال له اي حته هيقولوا لي فيها مسؤول. مسؤول تحس ان هو مسؤول زي وليد سليمان زي حسام عاشور. لا لعيب عنده بالظبط كاريزما وكاركتر و بالظبط يليق على تيشيرت النادي الاهلي. لكن وليد سليمان زي ما حضرتك قلت يا كابتن عليه حمل كبير جدا. هو قائد وحاسس بالمسؤوليه. والله انا هقول لك على حاجه، الضغط العصبي اللي عليه عشان كده كان باين النهارده ان هو عارف الولد تعبان يا جماعه. مش وليد لا مش وليد. انا رحت التمرين وكنت اتفقت مع اسامه يجي، بس اسامه كان عنده حاجه ان احنا هنروح التمرين، فرحت الصبح وقعدت معاهم كلهم. الحقيقه اللعيبه حاسين بالموقف كلهم، بس وليد تشوفه في حاجه طبعا يا كابتن زي ما يكون هو نفسه فكريا زعلان من الماتشات اللي راحت منه يعني، ومن البطولات اللي هي من اللعيبه اللي هي بتتاثر، فواضح عليه. فهو لازم يتهوى شويه حتى في التمرين، يبقى له تمرين لوحده بلاي بول كنترول حاجات كده، يفرفش مع نفسه كده، مش لازم تضغطه مع الناس اللي هي محتاجه. الشيخ هو طالع كده بيعرض كمان ولا ايه؟ شكله كده في حاجه ربنا يستر. يبقى يبقى حرام بقى المستشفى ما فيهاش سراير. ده مفيش سراير بس لما السرير يفضى في سراير يا احمد والله. هم بيعرض ولا هو مشيته كده؟ لا 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 على بالك يا شريف برضك هم معذورين بشكل كبير جدا يا ميدو. حته المستشفى ما بنلحقش كل 3 ايام مباراه، فدي صعبه. دي بردك من ضمن الحاجات اللي كانت خطره على النادي الاهلي طبعا. اللي اتكلم شريف عليها ان الراجل قاعد اربع دقائق ونص محجزنا هنا، واخد بالك؟ دي في الدقيقه 93 يعني محجزنا في المنطقه، ممكن تبقى مشكله بالنسبه لنا يعني. كابتن عوده بيقول لي الفاول ده للنادي الاهلي، ازاي يحسبوا على النادي الاهلي؟ يمكن ديت اخطر كوره لبتروجيت. مفيش تعويض في الدقيقه 93 يعني، عارف زحمه وبعدين طلع بره ال 18 شتتها دفاع النادي الاهلي، الراجل صوبها مره واحده فيرست تايم السباعي، وكانت ممكن تبقى هدف تدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها. الماتش الجاي عايز اقول لك يا كابتن ميدو، موضوع الاستشفاء بعض المدربين بعض المدارس بيطلب من اللاعب انه يبعد خالص على منظومه كره القدم يعني طواحيها الملعب والاستاد، ويطلب منه انه يروح اقرب حته ما فيهاش جمهور ما فيهاش كوره. يعني زمان كان بيطلب مننا مثلا اقرب حاجه لينا اسكندريه مثلا، انك انت تروح تقعد لك يوم على البحر تشم هواء تبعد عن الاسترس اللي واقع عليك من ناحيه الجماهير. من ناحيه ما يخش المعسكر كلهم الكام يوم دول يفضلوا، وزي ما احنا قلنا الحاله بتاعت المعسكر دي هيركزوا اكتر ويعيشوا مع بعض اكتر. في لعيبه تبقى معسكر، في لعيبه بتبقى في المعسكر اعمل لها بقى الاستشفاء، اعمل لها التهويه، اعمل لها تضغطش عليهم. انما في نفس الوقت هما كتيم كلهم مع بعض وحاسين ان هما في حاجه مهمه برضو، اكنها بطوله مهمه دلوقتي لغايه اما نعدي كام ماتش اللي جايين دول. هو ده اللي هيخرجك يا شريف، المكسب. ما هو كده نساعد بقى على المكسب، احنا كلنا اجمعنا في اول. طب ما نساعد على النادي. هو النهارده ليه خرج شكلهم حلو الساعه 9 الصبح هما في النادي تتنفس. هو المكسب النهارده. بص يا كابتن شكلهم النهارده الساعه 9 الصبح ده في النادي شكلهم على اليوم الكامل. اليوم الكامل اليوم الكامل اليوم الكامل فهمتني؟ اليوم الكامل ده فارق معاهم. حتى انا لما رحت وشفتهم في النادي حسيت كده بالتزام، حسيت بتركيز، حسيت ان احنا هنكسب. طبعا حسيت ان اللعيبه لما نفسها مع بعض. مش هم برضه يا كابتن شريف انت كلامك صح، بس اللعيبه ما بتلحقش تقعد في البيت. ممكن يكون البيت بالنسبه لهم متنفس، يشوف ولاده يتبسط. بس هيشوفهم النهارده بالليل اهو. خلي بالك يا ميدو انت قلت ما هيشوفهم، احنا ما بنشوفش ولادنا برضو. انت قلت كلمه وانت كنت بتتكلم، قلت احنا بنعاقب النادي الاهلي عشان واحد وصل نهائي افريقيا فلازم اعاقبه. ازاي ما انت وصلت نهائي افريقيا؟ طب تعالى ده انا لعيبك كل 3 ايام. انت ليه بقيت الاهلي؟ انت ليه بتوصل للفاينل؟ انت ليه بتاخد حساباتنا ما كانتش معاك على الفاينل؟ ترتيباتنا ومواعيدنا في الدوري مش المفروض ان انت توصل الفاينل بالمستشفى دي؟ حتى كمان الفيديو من ضمن المستشفى انه بيطلب منك انك انت تتفرج على حاجات انت بتحبها من خلال التلفزيون. انت بتعمل غير التوقعات، واخد بالك؟ انت مسرحيه
حاجه فيها كوميديا. خلونا نفرح في بعض والمصحف الشريف، خلونا نفرح في بعض ان فلان خرج وفلان اهو خرج وراه وبتاع، وده احنا المفروض ما كانتش العاده دي فينا. السوشيال ميديا مبهدله الدنيا. احنا انت فرحت؟ انا زعلان على الزمالك جدا. طيب ما احنا ما فرحناش، وفي نفس الوقت فرحان للاتحاد جدا. انا عايز بس في فرقه زي اتحاد اسكندريه تكسب الترجي وبتكسب الزمالك وبتخش جوه الجيم تكسب الاهلي. مين دي؟ الاتحاد. بالظبط بالظبط. انا مش فاكر الماتش ده. كسب الثلاث فرق الكبار. انا مش فاهم، مش فاكر الماتش انت بتتكلم عنه ده. انا عندي زهايمر في الحته. يبقى احنا خلينا في افريقيا. خلينا احنا في الحاجات المهمه. افريقيا وانت صدقت ان هو زعل اساسا لما صدقت ان هو مش فاكر مصر في عيد يا ابني. لا يعني عايز اقول لك ان الاتحاد بصراحه امبارح ادى جيم كابتن حلمي طولان على اعلى مستوى. لا يا راجل محظوظين امبارح. لا 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 الخططيه والناحيه الفنيه. الراجل اسمه طارق حامد ده فرق، ما كنتش فاكر انه ممكن يفرق مع نادي الزمالك قوي كده. احنا دلوقتي ما كنتش فاكر ان هو يفرق معاهم كده. انا بتكلم عليك كويس. الزمالك بتفكرني بنفس سيناريو الصفاقس والاهلي نهائي افريقيا. طب انا كان معايا كابتن مصطفى عبده امبارح قلت له ايه؟ قلت له الماتش ده هفكرك، فاكر ماتش طلعت؟ قال لي اه. قلت له هيسرقوهم في الاخر زي ماتش طلعت زمان. كنا بنلعب ماتش احنا وطلعت ده جاب جون والجزمه طارت وسموه ماتش طلعت. لا هي المشكله لا. ان هم كانوا نازلين واخدين الماتش بالظبط كده مضمون والاتحاد لسه بقول له اسامه في ثقه وفي وعارف حلمي طولان. طبعا كابتن حلمي طولان يعني. عارف هو يعمل ايه وعارف سيناريو الماتش والتغييرات من عيله بنيله برضو بتاعتهم من امبارح. الاتحاد لا الاتحاد الزمالك كاسونجو ده ما يخرجش يعمل زي ما اي حاجه يهبل زي ما يعمل بس في لقطه النهارده سمير لو سمحت تجيب لنا اللقطه بتاعت وليد ازارو الفرصه اللي بيضيعها. انتوا عمالين تاخدونا تبص وليد ازارو وبعدين ماتش الزمالك. لا لا عايزين نركز في النهارده. عارف احنا بنعمل فيك ايه؟ احنا عايزينك تقول لنا الفرقه اللي هتلعب يوم الاربعاء. انت لا دلوقتي في واحد لازم نشيد بيه النهارده، لازم نديله حقه. كام واحد اتظلم؟ استنى شوف احمد الشيخ استلم الكره هنا، مين اللي ظهر؟ بص كريم ندفد هو اللي ظهر في المساحه دي. عايز اقول لك على حاجه عشان رايحك، كريم ندفد صفقه جديده احنا خلي بالك. بص ايوه ده بايت من ماتش المقاولين هنا. ميدو الراجل ده اتظلم ولعب في اوقات صعبه. كريم خد نقد من الجمهور كبير. قالوا لا يا اسطى جنب الولد ده. شوف النهارده مين اللي بيتكلم عنه النهارده بيرد على الناس. شوف في ظل النهارده وانت الفرقه كمان لسه مش واقفه على رجلها 100%. شوف الروح بتاعته شوف الاداء بتاعه شوف الروح القتاليه بتاعته. بيلعب في اوقات صعبه وبيأدي. تقول له باك رايت موجود نص ملعب موجود. شغال مكان ما انت عايزنا هتلاقيني موجود. لازم النهارده كريم ندفد لازم نديله حقه للامانه. ودي بقول لك كريم ندفد صفقه جديده. النادي الاهلي عمل صفقه جديده بجد. ما الصفقات في يناير لسه. لا ده صفقه جديده لسه بقى قبل ما تطلع صفقات الاهلي. شاركونا على الفيسبوك يا جماعه على صفحه الاهلي بمين راجل المباراه. هنقول مين يعني اختياراتكم هنقولها دلوقتي حالا بعد شويه كده نقول مين اختار راجل المباراه. اكيد طبعا هيبقى الترشيح كله لكريم ندفد. كريم شريف كريم ندفد يعني حاجه جميله جدا. كريم ندفد مع ناصر ماهر كمان كان هايل النهارده. لكن محمد يوسف اكيد كان عايز يامن الدنيا. كابتن شريف تعالى قول لي فريق بتروجيت النهارده كان عنده غيابات. انت احنا بنتكلم في بتروجيت مش بنتكلم في فرقه بحجم الاهلي يعني الغياب الواحد او اثنين فيهم بيأثر على كويس. على الفريق كان عنده شميلس بيكل النهارده نجمه وهدافه مش موجود زائد فيرا كمان اتعور وطلع لكن تماسكه قدموا كرة كويسة. كانوا مستحوذين بصراحة على معظم فترات المباراة باستثناء الفرص الضيعة اللي ضيعها النادي الأهلي. كان ممكن النتيجة تطلع 3-4 على النادي الأهلي أو 3-0 لكن برضو بتروجيت كان ليه شكل النهاردة. بس أنت برضو ما يكون عندك زولة قاعد بره ومفيش وأحمد رؤوف محمد رؤوف ومفيش بيكلي. طب أنت ما عوضتش، أنت لعبت بلالا لوحده قدام. طب ما خلاص أنت اديتني بتساعدني في حالة النادي الأهلي. النادي الأهلي هيبقى جاي اشوف ده راجل فيرا ده مش مكانه حتى هو لا هو ده مش مكانه كمان. ده بيلعب ناحيه اليمين. هو اضطرت اللعيبه تعمل تدويره من جوه عشان تساعد نفسها انها تبقى موجوده جوه الجيم. فبرضه انا معلش مع احترامي يعني كابتن مؤمن النهارده ما ساعدش نفسه ولا لعيبته ان هو يطمع في المباراه. انت بتلعب على ارضك وبتلعب وسط جماهيرك وكل الظروف متاحه ليك انك انت النهارده تبقى موجود جوه الجيم وتكسب كمان مش تتعادل. سواء غير احمد رؤوف وغير زولا توليت في الدقيقه 76 كابتن كل ده وزولا نازل مقموس ومش عايز يلعب ومحبش كورتين على بعض. الكوره حتى بتطلع منه فعلا ما بيحولش عليها. احنا مركزين عليه اللي كان كويس بس مش امكانياته كمان محمود صلاح. يعني محمود صلاح ده اللي لعيب كويس قوي اكتر لعيب في نص الملعب النهارده زهقك هو احمد العجوز. الاثنين دول اللي عندهم التيمبو عندهم الايقاع ان هو كانوا موجودين لفريق بيردوا لك دايما الكرات اللي انت بتقع منك او بتتقطع منك بحاوله ان هم يبنوا هجمه. برضو نفس مشكله النادي الاهلي ما عندهمش من الفراوده النهارده غير لالا لوحده
والراجل التاني اتعور اللي هو فيرا. هو ما المدربين المصريين ما بيطمعوش لنفسهم بالشكل اما بيلعبوا اي فرقه. ما انت فاكر ان هو هيغير الشكل ده ويلعب مهاجم الماتش الجاي؟ لا، هو برده اللي هيلعب مع النادي الاهلي يلعب مع نادي الزمالك، يلعب مع نادي دجله، يلعب مع الجونه، يلعب مع اي حد بنفس الشكل مع حرس الحدود. هو لان حرس الحدود والجونه ودجله وكل الناس ما بقوش يلعبوا بالشكل ده، بقوا على طول بيلعبوا اوبن جيم وبيحاولوا يجيبوا فيك اجوال ووصلوا انهم بيكسبوا 4-1 وبيكسبوا 3-0 وبيعملوا نتائج كبيره قوي. فلازم الفرق اللي زي بتروجيت اللي عندها مشكله وتغيير مدرب، دي فرقه عندها مشكله ومغيره مدرب، مش هتكسب لي ماتش وتتغلب لي بس ماتش وبعدين كده قدام الاهلي تروح. عايز اقول لشريف مفيش اوبن جيم قدام الاهلي. انا قلت لك قبل الماتش اللي هيطمع في الاهلي ممكن يشيل كتير، بس في الحاله اللي احنا فيها دي انا لو مؤمن هلعب بكل قوتي في هجوما، لان انا خسران الماتش. لو انت شايف النادي الاهلي هيكسبني طب انا خسران، انما انا ممكن اكسب الماتش. انت عندك من المقاومات عندك احمد رؤوف وفييرا ولالا، دول ممكن كان النهارده يزهقوا النادي الاهلي يحجموه ما يخلكش التلت ساعه الاولانيه يكون ليك الشكل ده والضغط بتاعك ده. والنادي الاهلي كمان ايه بعد ما جاب الجول سمح لهم بكل فرص. بالك الشيف يعني ده مش قاري الملعب من بره، سامح لي بكل الملعب من بره. يا ماهر اقول لك حاجه، يا ماهر كل كوره بيستلموها لعيبه النهارده بتروجيت واحنا اللي بنلعب على نفسنا بنقول شفت الضغط بتاعنا فقدناه ازاي. شفت حتى هو ما ساعدش اللعيبه بتاعته باللعيبه القويه ان هو يقدر يحقق له على الاقل التعادل. انا بتكلم بالفير، لما بيبقى المدرب الخصم قدامي انا حاسس بيه قوته. لا هو مساعدني في المباراه، طيب هو مساعدنا بس هو القماش. واحنا ما احنا ما اتكلمنا على محمد يوسف قلنا ان هو غير ناصر ماهر في الوقت اللي هو فايق فيه، ما نعرفش بقى تعبان في حاجه، هو عنده استراتيجيه معاه. القصه دي هنعرفها بعد كده في من بكره يعني، يعني بعد هنعرفها من بكره. بيأهله واحده واحده لانه لسه راجع برضه، هندي الاكسكيوز، هندي العذر لمحمد يوسف، هنقول كل الحاجات لان ده حاجه مننا. انما تسمحوا لي اخد بس اراء يعني متابعين على صفحه الفيسبوك في السوشيال ميديا. في ميدو بيقول سيبك انت ال 201 اللي كانوا في الملعب ب 5000 مشجع من فرق تانية. ما احنا متفقين على كده، ده الواحد بس ده ربنا كرمنا عشانهم. في عصام كاريكا بيقول كريم نيدفيد طبعا يا كابتن منور الاستوديو، شكرا جدا كريم نيدفيد، واحمد علاء لاعب كويس اهلاوي افتخر. سراء بتقول نيدفيد. في حد بيقول عندي سؤال لكابتن محمد يوسف، سبب تغيير ناصر ماهر ايه؟ انسان اوكي ده صار. اسمه على الفيسبوك. احنا اتكلمنا في ناصر ماهر ويعني كابتن اسامه قال ان هو كان عايز يامن نص الملعب. لا مش هنشارك، عمر بيقول لا مش هنشارك، سيبوا اللعيبه تركز. ماشي كريم نيدفيد، عمر بيقول كريم نيدفيد. في اشرف بيقول لا يستحق احد اللقب رجل مباراه، مش هو ده الاهلي اللي بنشجعه من 50 سنه. ده راجل احنا قلنا الظروف، قلنا هم النادي الاهلي 3 نقاط، وبعد كده ان شاء الله الاداء هيجي من خلال الفترات اللي جايه. انا عايز اقول لك يا ميدو ردا على كابتن شريف بس ان 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 بتروجيت ليه اسلوب، واخد بالك انت، وليه شكل واداء مع الفرق اللي زيه يقدر يغامر فيها. لكن مع النادي الاهلي بيبقى في شيء من الاحترام، هو عارف بيلعب مين يعني، وقيمه النادي الاهلي واخد بالك انت، والنادي الاهلي يقدر في اي وقت يضر بتروجيت ازاي. لكن النهارده بتروجيت مش هي دي اللي احنا شفناها. ما عندهم اثنين لعيبه مقصرين جدا طبعا، بيكلي واضح انه مقصر بشكل كبير جدا في ادائهم في نص الملعب بالذات في التنظيم الهجومي من خلال الاداء يعني. ناخد كمان اراء قبل ما نطلع فاصل. محمد توفيق بيقول كريم نيدفيد ويا ريت يلعب الماتش اللي جاي. سبحان الله، بصوا كريم نيدفيد دلوقتي كله بقى مطلب جماهيري. الناس بتفهم المجتهد والمخلص دايما ربنا بيكافئه في الاخر. هم 90 دقيقة دول محمد عواد بيقول عبد مشتاق لاي لعيب المباراة، بيقول راجل المباراة يعني. الاول الجمهور في الملعب وفي الملعب كريم نيدفيد طبعا، تحياتي لاحسن، شكرا جدا. ثروت بيقول طبعا كريم نيدفيد الشبح ما شاء الله، يعني دايما فعلا الانسان اللي بيتعب وبيجتهد وبيخلص في شغله سبحان الله ربنا بيكافئه في الاخر. كريم نيدفيد كان محل انتقادات السنه اللي فاتت، دلوقتي بقى نجم الشباك. لا ولسه بقى نجم الشباك، قلت لكم لا لا وعنده اكتر من كده ولسه بدري. يا كريم عندك اكتر من كده، واوعى ترجع تاني وانت عندك فرصه ذهبيه. انا بقولها لك، انا ما نعرفش كل واحد فينا هيبقى فين بكره. وعنده خد بالك من نفسك وحافظ على نفسك الفتره دي. يعرف قيمته دايما المدرب او المدير الفني، انه يبقى عنده واحد يقدر يوظفه في اي مكان، عنده حلول ممكن يحتاجه في نص الملعب، يحتاجه تحت المهاجم، يحتاجه باك رايت، ممكن يلعب باك ليفت،
فاللعيب اللي زي ده زي احمد فتحي كده لا بيبقى ليه دايما الاولويه انه يكون موجود. طب طلعنا فاصل. يلا فاصل ومستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. تعالوا لسه نتابع تعليقاتكم على صفحه الاهلي على الفيسبوك. في ايمن عبد الله بيقول بصوا احنا بنقرا بمنتهى الشفافيه والله العظيم، يعني اللي بينزل لي بقراه لكم. اللاينز مان لغى هدف صحيح وحسب 1000 اوفسايد وحجم لاعبي بتروجيت الهدف، والله ما صحيح يعني ابقى شوفه. ده احنا اللي بنشتكي من الحكام يا عم. كابتن اودا جاي يا كابتن. كابتن اودا سمير ان ماشي نتكلم مع الهدف ده مع الكابتن عودة. سمير عباس بيقول متفق معاكم كريم ندفت، بس للاسف لما احمد فتحي هيرجع هيقعد تاني. سؤال حلو. سؤال حلو. ده يا رب يبقى عندي احمد فتحي وكريم ندفت وباسم علي ومحمد هاني، يا رب يبقى عندي الاربعه دول زي الفل. ايوه لما احمد فتحي يرجع يلعب اللي يلعب يلعب في نص الملعب. وانت شايف نص الملعب عندك جاهز قوي كله. ايوه ماشي، لكن يلعب لازم يبقى متواجد. صح يلعب في اي حته لازم يبقى متواجد. يلعب مكان يلعب جوه جنب يعني معنى جوكر يعني ايه؟ يعني هيلعب كويس في اي حته. ده يخدم المدرب بشكل كبير جدا. المدربين بتحب اللعيبه اللي بالشكل ده. انت ما شفتوش لسه ده لما بيزيد وبيشوط؟ ممكن يلعب يلعب ده بيزيد وبيشوط وبيجيب اجوان وعنده الملكه. طيب خد بالك. طيب خد بالك اداؤه كمان في نص الملعب احسن من باك رايت. طيب محمد عواد بيقول راجل المباراه الاول الجمهور وفي الملعب طبعا كريم ندفت، تحياتي شكرا جدا. محمد حمدي بيقول كريم ندفت كان بيلعب بروح الفانيلا. ومحمد عبد الله بيقول كريم ندفد. ابراهيم بيقول كريم ندفد. في حد محمد عواد بيقول بحبك جدا يا كابتن شريف. بقول له كريم ندفد. يعني ما شاء الله تعليقات كتير جدا يا جماعه. هو عنده كام سنه كريم ندفد؟ عنده 97 و 21. هيلعب امتى طيب؟ انا مش فاهم. ما كانش هيكسر الدنيا دلوقتي. سامح المنشاوي بيقول بصراحه لاول مره اشوف ندفد متالق، باذن الله اللي جاي افضل. طول عمره كويس. بس الصعيدي بيقول كريم ندفد رجل المباراه. يعني انا بقرا تعليقاتكم ان شاء الله نكون متواصلين معاكم دايما كده على صفحه الفيسبوك ونسمع تعليقاتكم ونسمع كمان لو في عندكم اي انتقادات انتقدوا عادي جدا هنرد على اي انتقاد، اي اسئله برضه هنرد عليها مع ضيوفي الكرام. المباراه كانت كابتن سيد عبد الحفيظ بقدره على اعاده وضع الاهلي على خطه على خط البطوله. يعني مش واضح قوي السؤال يا جاسر. تاني احمد كله كريم ندفت بصراحه. يعني خلاص كريم ندفت بيعتبر نجم الشباك كابتن ماهر. حقيقي يعني كريم واضح ان هو حتى كمان في المنتخب الاولمبي لما بيلعب بيأدي بشكل رجولي، وهو عنده الصفات اللي فيها الدوافع والشخصيه بتبان. يعني كريم من العناصر الاساسيه اللي موجوده في المنتخب الاولمبي. كابتن شوقي غريب اشاد بيه بشكل كبير جدا، حتى مستر اجيري قال ان بعض لعيبه النادي الاهلي عندهم شخصيه البطل واشاد. فانت النهارده لما يبقى عندك قيمتين، مدرب المنتخب الاول ومنتخب مدرب المنتخب الاولمبي بيشيدوا بلعيبه النادي الاهلي، فاحنا بنطمن الناس ان لعيبه النادي الاهلي بخير. عايز اقول لك ميدو ان حتى لو فتحي رجع احنا ده مكسب لينا. احنا عايزين فتحي يرجع أكيد وعايزين أكيد معلول يرجع أكيد وعايزين لسه جايين بالظبط كده. عايز كل النجوم تبقى في حاله جيده. انت عارف ليه بقول لك كريم ندفت عنده كام سنه؟ عشان مستر اجيري بيقول ان انا بحضر ل 2022 و2020 وده عنده 21 سنه. عنده استراتيجيه صح الراجل وجاي في انا خايف يقول لك لسه صغير. فانا شايف ان الاستراتيجيه دي ان شاء الله باذن الله تعم على منتخباتنا الاول والاولمبي ونوصل للاهداف اللي احنا بنقول فيها. تمام. في نقطه مهمه جدا يا كابتن ميدو عايزين نتكلم فيها. احنا محتاجين الفتره اللي جايه دي حته الضغط عندنا واخد بالك تزيد شويه. هتفرق معانا بشكل كبير. لسه حضرتك عارف الضغط ده ما بيجيش وليد لا يعني انا عايز اقول ان حته وكان في ضغط النهارده بس ضغط مش فعال. مش فعال. ده تحليل. وبعدين الاستخلاص والباص بقى اللي احنا اتعودنا عليه. محتاجين محتاجين باصات. الباصات دي بالذات بتدينا ثقه وفي نفس الوقت بتفتح لنا ثغرات. بص يعني بيضغط وبيقف. بص يعني انت يعني في حالات بيروح يضغط ويقف.
لعيبه النادي الاهلي كانت بيروح وبيرجع بالظبط بتأدي فيها الضغط يعني سليم بشكل جيد. تمام. كابتن اسامه في جاسر بيقول رجل مباراه كابتن سيد عبد الحفيظ لقدرته على اعاده وضع الاهلي على خط البطوله. طبعا ما احنا قلت لك احنا اشدنا بالكابتن سيد في القرار بتاع النهارده بتاع الحكم قبل المباراه والكلام الكتير والبلبله اللي حصلت. وهو خلي بالك كابتن سيد مش يعني هي العمليه مش ان انا مصر ان انا يبقى ما غيرش تيشيرت انها يعني فتوانه ولا لا ده انت لوايح. فالنهارده لما تلاقي مدير الكوره بتاعك حافظ اللوائح بتاعتك فاكيد دي حاجه كويسه جدا. تمام. برضو انا بحييه على تصريحاته بعد المباراه. تمام. النهارده لا في حاجات خلي بالكم انتوا مش واخدين بالكم منها خلال الفتره اللي فاتت تحكيم بالظبط زي عندنا احنا خدنا بالنا منها القايمه الدوليه زي كابتن محمود البنا وكابتن جهاد الجريشه اللي بيحكم في كاس العالم اقرب الفرق المنافسه ما بحكملهاش المباريات بالظبط ازاي. فدي حاجه مهمه. فالنهارده لو احنا بنتكلم عن كريم ندفد يعني نجم اللقاء فاحنا نقول سيد عبد الحفيظ نجم اليوم. فالنهارده لا لازم نشيد بيه النهارده وتحس ان بقت في روح كمان يعني لا على الدكه تحس ان في لا يعني تحس ان في اي حد ممكن من التحكيم يعمل حاجه او اي في قرار لا لازم تلاقي في ناس ممكن واقفه وبتصد وما ينفعش ان انا حقي هيضيع بسهوله كده يعني. تمام. في مانو سعد بيقول الحمد لله على المكسب كابتن النهارده كل اللعيبه كويسه الى حد ما احنا طالعين من مرحله صعبه وان شاء الله الاهلي بطل الدوري. كابتن شريف ده البطوله اللي عايشين اهو يعني دي البطوله بتاعتنا يعني وبعدين انا مش شايف ان يمكن المنافس ظبط حاله اليومين دول وجاب لعيبه كويسه. ومين المنافس يا كابتن؟ ها؟ مين المنافس؟ المنافس بيراميدز عندك المربع الزمالك يا كابتن ميدو يا كابتن والله العظيم انا بتكلم يبقى عندي طعم كده حته لحمه وانا باكلها في بقي اذا كانت بتلو. فبعد اذنك انا ما اعرفش اخد بطوله حلوه الا من الزمالك والزمالك ما تبقاش بطوله حلوه الا من الاهلي. انت هتقول لي اي فرق ثانيه في ايه؟ ايوه هو المنافس التقليدي ليا قديم الازل. انا بسالك انا وانا برد عليك حلوه برضه بسالك سؤال بريء حلوه وبعدين يعني هم ما خدش منها الدوري هم اللي بدا دلوقتي يا كابتن لسه ايه لسه بدا ده طبعا ماتش الدوري ده اصعب دوري شفته في حياتي بجميع ظروفه ببابا غنوجه وبكل اللي حصل فيه ده كله هم اللي هم اللي خلوه كده. الدوري هيخلص السنه الجايه ان شاء الله ده قدامه سنه قبل ما يخلص مع كاس مصر بقى مع الارتباطات الافريقيه ما انت لسه عندك تاجيلات تاني وعندك حاجات احنا ما بنتكلمش فيها انما ما حدش ان شاء الله لو انت برضو الاستشفاء بتاعتك وقفت انتوا عندك احسن لعيبه في مصر ومش هنشوشر على بعض ومش هنعمل اشاعات عن نفسنا من جوه. يمكن الرساله دي قبل ما احنا نقفل البرنامج احنا كل التنظيم اللي جاي وكابتن يوسف موجود وكابتن سيد عبد الحفيظ موجود وجميع الاخوه اللي شاركوا في النادي الاهلي موجودين كلهم وكلنا بنروح بدون مسميات يعني كلنا بنروح نتكلم مع اللعيبه وبيستقبلونا الناس وبنقعد معاهم وبنقول كل واحد بيقول خبرته. فالحكايه مش حكايه احنا هناخد الدوري ما ناخدش الدوري هي انت عديت 3 بونت النهارده ما بقتش الاخير بقى الاسماعيلي الاخير مش انت الاخير وبالثلاثه بونت الجايين هتلاقي نفسك بتروح في سكه ثانيه. فان شاء الله زي ما احنا كنا بنتمنى لجماهير النادي الاهلي اقل حاجه نديها السنه دي اللي راح مننا نديهم كاس مصر والدوري باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي اصحابي الزملكاوي انت عارف لما بنطلع من بطوله او بنخسر والله العظيم ببقى خايف يقول البيت. لا والله اقول لك على حاجه بس اسامه بس يقول البيت اول ما هم يحصل لهم حاجه تيجي تكتب حاجه على الفيسبوك يقول لك يا كابتن انت اعلامي. ما دي الحلاوه هو انا اعلامي لما بيتريقوا عليا ما بقاش اعلامي ولا بيتريقوا عليا. لا 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 انا لما بخرج من هنا الفلفل والملح بتاع الاهلي والزمالك ده انا بحبه وبعشقه واقسم لك بالله الزمالك لما بيلعب معايا فرقه بره انا ببقى عايزه يكسب مش عايزه يخسر الا لو هو هزم نفسه يعني انا ماليش دعوه انما الحكايه مش كده الحكايه ان التدعيم بتاعك وهتتحاسب عليه. والله اقول لك على حاجه انا لما بلاعب ناس بره ببقى مصري ساعتها الحقيقه ببقى مصري ببقى عايزه يكسب وكل حاجه انما حته بقى الدوري هنا وما فيش ما ده الفلفل والشطه والملح والبتاع اللي احنا عايشين عليه والدنيا عايش عليه والاهاوي عايش عليه والبيوت عايش عليه والدنيا كله ده الطبيعي اللي كلنا طموح لكل فريق عايز يكسب كل العالم. لا وكل الاحترام وكل الناس للناس اللي بتشتغل وبتتعب يشتغل ويتعب
وهقول لك هارلك برضه. مبروك يا ترافولف. الله يبارك فيك. عقبال اللي جاي ان شاء الله. نورتني وشرفتني حبيبي. مبروك كابتن. مبروك يا ميدو. عقبال اللي جاي ان شاء الله. كابتن عقبال اللي جاي ان شاء الله. عايزين نتاكد ان العجل يبقى سليم 100%. ما عندوش اصابات. لا كده ده خلاك ده بقول لك ايه يا شباب، احنا عايزين القوام الاساسي برضه في الماتش. بقول لك ايه ده العجل شكله طلع تايواني. بقول لك اسامه عاشور اتعور النهارده. ده عجل صيد. العجل ده لازم نكشف عليه. هو كان جاي بنيه ايه؟ اصابات ولا جاي بمكسب؟ هو اكيد جاي بنيه نطلع فاصل علشان نستقبل كابتننا حكم الدولي السابق كابتن احمد عوده. فاصل خليكم معانا.